امل الحمل امل جميل جدا، والست بطبيعتها اكتر من الراجل تحب تكون ام. كل ما زاد سن المريضه كل ما قل فرص الحمل بالحقن المجهري، ومع ذلك في مرضى بنعمل لهم الحقن المجهري في سن متقدم شويه وربنا بيكرمهم بالحمل. الست من اول ما بتتولد لحد ما بتقطع الخصوبه عندها ربنا بيديها عدد معين من البويضات بتقعد تستهلك على مدار السنين دي. مينفعش ان انا كاستشاري نساء عمالش بتابع السيده بس، وما معيش مثلا استشاري ذكوره يتابع الزوج ده لما يكون عنده مشكله. انا في الاخر مهمتي ايه؟ ان السيده دي تحمل. انا ما اجيش بقى اعمل حاجه اقضي لها بيها على الخلفه. الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري وجراحة المناظير النسائية بمراكز رويال للخصوبة بالمنصورة ومصر للخصوبة بالمهندسين وسي بي سي كابيتال عباس العقاد ومستشفى الكنانة بطنطا. أهلا بيكم. أمل الحمل أمل جميل جدا، والست بطبيعتها أكتر من الراجل تحب تكون أم، لكن في اسباب ممكن تعوق ده وبيسموها اسباب تؤخر الحمل. اسباب مشهوره ومعروفه وانتوا بقيتوا شاطرين ومذاكرين ومستمعين رائعين اكيد متابعينا واحنا بنحكي في اسباب بتاخر الحمل. لكن المثير دايما في الحوار العلمي كمان واللي بيشغلين عليه كل الجهات في العالم دلوقتي بحثيه، هي ايجاد بعض العوامل، بعض الفاكتورز، بعض الأسباب الغير متداولة، الغير معروفة نسبياً في الفترات الماضية، ونقول إنها يعزى إليها تأخر الحمل. يعني مثلاً اللي هقوله كام حاجة اللي هقولها دي يمكن ما كانتش مكتوبة في الكتب، ولغاية دلوقتي في تكست بوك بتكلمش عنها بالتفصيل، لكن في أبحاث ودراسات من جامعات وأماكن بحثية محترمة جداً بتتكلم عنها. أول منطقة بيتكلموا عنها قوي هي نزيف اللثة عند تنظيف الأسنان. دراسة استرالية أوجدت علاقة وثيقة بين تأخر الحمل وبين مشاكل اللثة والأنزفة المتعلقة باللثة. طبعا إخواننا وزملائنا في طب الأسنان يفرحوا قوي بالكلام بتاعي ده، بس طبعا ليه؟ لأنه البكتيريا موجودة في اللثة، اللثة دي حتة فيها دم كتير، تمشي البكتيريا في تيار الدم تعمل انفكشن تصل الى الرحم تقلل من فرصه انزراع الجنين في جدار الرحم. الكلام ده في ناس توافق عليه وفي ناس تقول لا صعبه، ما في ستات عندها مشاكل في اللثه وحصل لها حمل. كلام انا بقول لك عوامل مش مدروسه قوي، مش هي الاسباب قوي، لان احنا النهارده بنتكلم على حاجات زي ما بيقولوا الحاجات القويه اللي هي تقل في الموضوع، موضوع تاخر الانجاب. حاجات تانية علاقة الرجل بالتكنولوجيا، في دراسات كتيرة ربطت ودراسات قوية الأشعة الكهرومغناطيسية المتعلقة أو طالعة من الأجهزة والراجل اللي بيشتغل فيها. الناس بقى اللي بتشتغل طول اليوم جنب أجهزة فيها إشعاع كهرومغناطيسي، بيشتغل فني أشعة، بيشتغل بيصلح موبايلات، بيشتغل في شوب بيبيع موبايلات وأجهزة فيها كهرومغناطيك راديو فريكوانسي ويفز كبيرة، كل دول معرضين لمشاكل خاصة بالإنجاب. تبص عدد الحيوانات المنوية عندهم قليل، ولازم على فكرة برضو الناس اللي بتشيل اللابتوب على طول على رجليها وبيشتغلوا بالطريقة دي لازم ياخدوا بالهم من الموضوع ده. حاجة اللي بعد كده الأسباب النفسية طبعا مهمة جدا. في دراسة بيقولوا فئة الدم، فصيلة الدم، قالوا إن فصيلة الدم ممكن تلعب دور، ولو إن أنا بقى ما اقتنعش بدور فصيلة الدم، لكن في دراسات أجريت في جامعة بيل أثبتت إن الستات أو بتقول يعني إن الستات اللي عندهم فصيلة دم أو عندهم مشاكل في التبويض وعندهم حجم بيض أكبر شوية. دي كل ده مش مؤكد اللي إحنا قلناه، لأنه تبقى العوامل التانية هي الأكثر تأكيدا. طب إيه العوامل التانية وإيه القصص التانية القوية اللي زي ما قلت لكم ليها تقل في تأخر الإنجاب؟ النهارده هنسمعها من ضيفي العزيز، اسمه متميز للغاية في هذا المجال، وإحنا النهارده بنسعى إن إحنا نشوف إن الأفكار الجديدة، نشوف الجيل اللي بدأ يبقى بيقدم عمل فيه
الكثير من الإبداع والنشاط المتميز للغاية في عالم الحقن المجهري. ضيفي العزيز اللي أنا بسعد جدا بوجوده معي النهاردة دكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري وجراحات المناظير النسائية واستشاري بمراكز رؤية للخصوبة، طبعا اسمه متميز للغاية. أهلا بيك يا دكتور أحمد، منورني في الناس الحلوة. أهلا بحضرتك يا دكتور. قبل ما أدخل، سعدت بحضرتك. أنا اللي سعيد جدا بوجودك النهاردة. قبل ما أدخل في النهاردة في التفاصيل الحالة، إيه رأيك في الكلام اللي إحنا قلناه النهاردة؟ هو فعلا يعني كلام جديد، يعني إن الواحد حاجة مش متداولة إن إحنا تسمع بعض الحاجات اللي هي جديدة دي، ممكن بعض الناس ما تقتنعش بيها زي ما حضرتك قلت، بس يعني الكلام ده بنقول بقى في دراسات بتتعمل وفي ميتا أناليسس بتتعمل وفي حاجات بتتعمل بتأكد لنا أو تمثلنا الحاجات دي. بس هو قصة إن أنا أدور على الحاجات الجديدة دي حاجة مهمة جدا، وده يمكن اللي إحنا بنحرص عليه. يعني إحنا بنحرص سنويا إن بنحضر مؤتمرات طبية خارج مصر، عندنا في 3 مؤتمرات كبار بنحضرهم سنويا، هي مؤتمر الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقم، ومؤتمر الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، ومؤتمر جمعية الشرق الأوسط للخصوبة والعقم. الثلاث مؤتمرات الكبار دول بيتعرض فيهم كل الأبحاث الجديدة بقى اللي حضرتك زي ما حضرتك بتتكلم عليها دي، يمكن بنستفيد بجزء منها ونقدر نطبقه عمليا، وفي حاجات بتبقى لسه تحت الدراسات. إيه العوامل اللي انت شايف انها الأهم في تحديد نسب نجاح الحقن؟ هو طبعا النجاح شيء جميل وكلنا بنسعى لتحقيقه، بس النجاح والتوفيق كله بإذن الله سبحانه وتعالى. بس ربنا بيقول لنا إيه؟ خدوا بالأسباب. أنا عشان أدور على عوامل نجاح لازم أشوف إيه الأسباب اللي تؤدي إلى النجاح ده. أنا بقسمها أنا عن نفسي، في عوامل خاصة بالمريضة نفسها، في عوامل خاصة بينا إحنا كأطباء، وفي عوامل خاصة بالمركز اللي هعمل فيه عملية الحقن المجهري. عوامل خاصة بالمريضة، السن بتاع المريضة، يعني كل ما زاد سن المريضة كل ما قل فرص الحمل بالحقن المجهري، ومع ذلك في مرضى بنعمل لهم الحقن المجهري في سن متقدم شوية وربنا بيكرمهم بالحمل. احنا بنقول لهم بنجتهد وبنحاول بنقول يا رب، بس بنبقى معرفينهم نسب النجاح بتاعتهم شكلها ايه. في حاجة تانية خاصة برضو بالمريضة، حاجة اسمها مخزون المبيض. الست من اول ما بتتولد لحد ما بتقطع الخصوبة عندها ربنا بيديها عدد معين من البويضات بتقعد تستهلك على مدار السنين دي. في وقت بعض الناس بيجي لها ان المخزون المبيض بتاعها ده يبقى قليل، وناس تانية بيبقى المخزون المبيض بتاعها طبيعي وناس مخزونها زايد. يعني في دلوقتي المخزون الطبيعي ده انا بشخصه ازاي او بعرفه ازاي؟ بعرفه بطريقتين، في تحاليل هرمونية بعملها عشان اعرف ان المخزون ده كويس، وفي الترا ساوند او سونار بشوفه. بالالترا ساوند او السونار بلاقي قدامي المخزون بيدي على الالترا ساوند عدد حويصلات مبدئيه تقريبا في حدود 6-16 بويضه في المبيضين، يعني تقريبا كل مبيض تقريبا في حدود 5-6 بويضات، ده المخزون الطبيعي. طب جيت بالالترا ساوند برضه بصيت لقيت عدد البويضات المبدئيه دي اقل من 5 في المبيضين، يبقى ده مخزون ضعيف. طيب لو لقيته زايد قوي في المبيضين اللي هو عدد بويضات اكتر من 16 بقى في المبيضين، ده اللي بيبقى مخزون زايد، اللي هم المرضى اللي عندهم حاجه اسمها تكيسات المبيضين. يبقى ده الحكم اولي بحاجه اسمها بقيس الانترال فولك الكاونت او مقدمات البويضات على السونار. اللي احنا شايفينه ده تكيس. ده تكيس. ده حضرتك ده تكيس، شوف عدد بويضات في مبيض واحد اهو معدي تقريبا القرب ال 10 بويضات في مبيض واحد. فده اسمه تكيس مبيضين. ان عندي فرط تنشيط، ان لما اجي بديها انا ببقى خايف منها وانا بنشطها ان ممكن المريضه دي تخش لي في حاجه اسمها استجابه زايده للتنشيط. طب هل بحكم عليهم بس بالالترا ساوند زي ما انا بشوف الانترال فولك الكاونت؟ لا، في بقى تحاليل هرمونيه. في تحاليل زمان كنا بنعملها، تحاليل اللي هي مسؤوله عنها الغده النخاميه عندنا اللي هم الاف اس اتش والال اتش، دول كنا بنعملهم في ثالث يوم البريود. بس اتضح ان التحاليل دي دقتها مش دقيقه قوي وبتختلف من معمل لاخر، ولقينا ان فيها اختلافات كتير والمريضه لازم تيجي ثالث يوم البريود تعملها. فطلع بقى تحليل احدث اللي هو الانتي بوليريان هرمون، ده بيتعمل في اي وقت من البريود، يعني المريضه ممكن تجي لي مثلا رابع خامس عاشر يوم، تيجي بعد انتهاء البريود مباشره او قبل البريود الجديده مفيش اي مشكله، وفي نفس الوقت ده دقيق او اكثر دقه. بحكم عليه ازاي؟ انا عندي رقم واحد مديه هو الكات ليفل بتاعي او العامل بتاعي. اقل من واحد يبقى المريضه دي عندها ضعف مخزون، اكتر من واحد يبقى المريضه عندها
مخزونها كويس. لو بقى أكتر من ثلاثة يبقى المرضى اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليهم من شوية اللي هم مرضى التكيسات اللي عندهم بقى إيه استجابة زايدة. طيب يبقى ده خاص بالمريضة، احنا اتكلمنا على المخزون واتكلمنا على السن، اتكلمنا المريضة دي حاولت قبل كده محاولات حقن مجهري ولا لا. طب حاولت وفشل أكتر من مرة حقن مجهري يبقى فرصها أقل شوية. طب هل المريضة دي سبق حملت ولا لا؟ ما في حاجة اسمها عقم ثانوي، يعني هي أصلا حملت وولدت وبعد كده دخلت إن هي في العقم، بدأ يحصل لها مشاكل تانية فبدأت تتجه للحقن المجهري. المريضة دي أحسن من غيرها اللي لسه أول مرة تروح للحقن المجهري. ليه؟ لأن الرحم ده سبق واستقبل حمل، يعني اطمنت في حاجة اسمها ريسبتيفتي إن الرحم ده بيستقبل، فدي فرصها تكون أعلى. يبقى ده عوامل خاصة بالمريضة، هو الوزن بتاع المريضة، يعني كل ما زاد وزن المريضة كل ما قل فرص الحمل عندها بالحقن المجهري. عشان كده احنا عندنا في المراكز بتاعتنا يمكن عاملين حاجة اوبشن زيادة، ان احنا عندنا استشاري تغذية موجود في المركز، بحيث لما المريضة تبقى عندي زايدة وزن ومحتاجة تخش تقلل وزنها وتعمل دايت، انا عندي الدكتور التغذية بتاعها يبتدي يمشي في الخطوات بتاعتنا، بحيث كلنا بنعمل تيم ورك كلنا عشان نزود فرص الحمل عند السيدة دي. ده فيما يخص المريضة. المريضة في حاجة تانية في المريضة، في في بقى لو المريضة عندها أي مشاكل أمراض زي الغدة الدرقية أو السكر أو الكلام ده، فلازم تظبيط الكلام ده قبل إجراء عملية الحقن المجهري. في بقى حاجة تخصنا احنا كدكاترة، ده شغلنا بقى. أنا دايما بقول أهم من العمل ضبط العمل. يعني أنا رايح أودي مريضة زوج وزوجة الحقن المجهري، ما أقومش واخدهم من إيدهم كده يلا تعالوا نعمل حقن مجهري، لا، لازم نحضرهم كويس. أحضرهم كويس إزاي؟ أقعد مع الزوجين الأول أديهم كل التعليمات الخاصة بالحقن المجهري، إيه العملية، إيه الخطوات بتاعتها، نسب النجاح بتاعتنا أخبارها إيه، هل في مضاعفات ولا لأ، وحتى التكلفة المادية أفهمهم هيمشوا الموضوع بتاعهم ده إزاي. طب خلصنا من القصة دي، بنسميها مرحلة الكاونسلينج. في مرحلة تانية بقى إن أنا أبتدي أخد التاريخ المرضي للمريض والمريضة. الهيستوري تيكنج ده حاجة من الحاجات المهمة جدا، لأن في حاجات بتبقى في الهيستوري ده دي حرفنة كبيرة دي. لو أخد التاريخ ده حرفنة مهمة قوي. يمكن إحنا زمان وإحنا أيام ما كنا بندرس بطنة كان يعلمونا إزاي ناخد الهيستوري. الهيستوري ده حاجة مهمة جدا، يعني المريضة عندها سابق سكر أو عندها مشاكل في الغدد أو خلافه أو عملت عمليات سابقة، ده مهم جدا. خلصنا من الموضوع ده، نبتدي ننتقل لموضوع بقى الفحص بتاعنا. الفحص بينقسم لحاجتين، فحص بالتحاليل وفحص بالموجات الفوق الصوتية. التحاليل الزوج الأول هنقول له إيه، تعالى حضرتك هتعمل تحليل سائل منوي، عاوز أبص فيه على إيه، تلات حاجات مهمة عندي: عدد الحيوانات المنوية، شكل الحيوانات المنوية، الحركة بتاعتها. طيب هل ده لكل الأزواج؟ بعمل لهم. طب مريض جالي فشل أكتر مرة حقن مجهري، هعمله زي اللي أنا أول مرة؟ لا طبعا، مش هطلب منه ده بس، هطلب منه بقى تحليل زيادة شوية. وده زي حضرتك كنت بتقول ايه، الجيل الجديد بيفكر بقى ايه بطرق جديدة وعاوز يشوف يدور على اسباب خفية لفشل الحقن المجهري. نبتدي نطلب منه تحليل اسمه DNA fragmentation اللي هو تكسير مادة وراثية في راس الحيوان المنوي. هل ده هنطلبه لكل الازواج؟ لا، هطلبه للي فشل عندهم حقن مجهري قبل كده. طيب ده الزوج. الزوجة ممكن نعمل لها تحاليل البيزك بتاعتنا اللي هي تحاليل غدة نخامية اللي كنا لسه بنقولها الـ FSH والـ LH، تحليل الهرمون عندي هنا، هرمون بيطلع هرمون اللبن اللي هو البرولاكتين، تحليل هرمون الغدة الدرقية TSH والـ E2. طيب التحليل دي بتتعمل تالت يوم البيريود، اطمننا التحليل دي كويسة، هنعمل لها برضو تحليل مخزون مبيض اللي احنا لسه كنا بنتكلم مع حضرتك فيه من شوية. اطمننا ان المريضه دي كويسه، ده بنعمله لكل المرضى المقبلين على الحقن المجهري. هنيجي بقى للمرضى اللي برضو فشل عندهم الحقن اكتر مره، هنعمل لهم نفس التحليل وبس؟ لا طبعا، هنبتدي نفكر في حاجات تانية لانه فشل اكتر من مره. ابتدي افكر في حاجه اسمها اجسام مضاده. ابتدي افكر في حاجه اسمها اجسام مناعيه. اجسام مضاده يعني الجسم مش بيوصل الدم كويس للرحم ده او للجنين ده، وبالتالي ما بيحصلش الحمل. اجسام مناعيه يعني الست دي بدا يحصل عندها خلل في الجهاز المناعي، بدا يعتبر الجنين ده حاجه غريبه ويهاجمها وما يثبتش الحمل ده جوه الرحم. طب دول لهم علاجات؟ بنديهم بعض العلاجات زي الاسبرين الاطفال، زي الحقن اللي تحت الجلد بتاعت السيوله، نديهم كورتيزون اللي هم اللي عندهم اجسام مناعيه. كل ده بس اشخص بس تشخيص صح الاول، يبقى انا شخصت صح عالجت صح. ده جزء خاص بالتحاليل. في جزء بقى خاص تاني بموجات فوق صوتيه. انا بقى الفحص بتاعي بالسونار على السيده دي،
عاوز ابص ايه عند السيده دي؟ هو الجهاز التناسلي عندي اصلا ايه المهم عندي اللي انا ببص عليه؟ ببص على الرحم، ببص على المبيضين، ببص على حاجه اسمها قنوات فالوب. الرحم اشوف شكل الرحم ده ايه، في شكل رحم طبيعي معروف الشكل الطبيعي بتاعه، له بطانه رحميه طبيعيه، له شكل طبيعي، ده شكل رحم طبيعي معانا. الشكل الطبيعي ده انا ببص عليه خلاص اطمنت ان الست دي ما عندهاش اي مشكله. طب في ناس تانية عندها مشاكل جوه الرحم ده، ممكن يكون عندها تليفات جوه الرحم او رمل فيه، ممكن يكون عندها لحميات جوه الرحم ده، ممكن يكون عندها يعني ده شكل ورم ليفي جوه الرحم اهو، ممكن يكون عندها حواجز رحمية، الحاجز الرحمي، يعني كل ده في تشخيصي وأنا ببص بالألترا ساوند. ده حاجز رحمي، ده شكل حاجز رحمي وحاجز رحمي كامل كمان. طب هل حضرتك بتبص عليه وشفته وخلاص؟ لا، ده أنا شخصته وأقدر أعالجه، أعالجه بحاجة اسمها المنظار الرحمي. بخش اشتغل بالمنظار الرحمي ده واصلح الحاجز الرحمي ده. الحاجز الرحمي ده مش قصه ما يعملش خليش المريضه تحمل بس، ده بالعكس كمان لو حملت والحاجز الرحمي ده موجود هيحصل لها اجهاض، هتيجي على الشهر مثلا الرابع او الخامس مش هتكمل لان الرحم مقسوم عندي نصين، يبقى لازم اصلح القصه دي قبل ما المريضه تخش الحمل. ادي حاجه خاصه بالرحم. حاجه خاصه بالمبيضين، اشوف المبيضين هطمن على ايه، حجم المبيضين ده كويس ولا لا، هل في مشكله في المبيضين دول ولا لا، المريضه دي عندها اكياس على المبيض، في حاجه اسمها اكياس وظيفيه تبقى موجوده على المبيض، في حاجه اسمها اكياس دمويه تبقى موجوده على المبيض اللي الاسم الدارج بتاعها اللي هو بطانه الرحم المهاجره اللي هي تشوكليت سيست او الاكياس الدمويه. ده شكل يعني اكياس ده إيه؟ ده شكل كيس دموي هو موجود على المبيض. اها، وتطور معالجتنا له على مدار السنين. زمان كان كل معالجتنا الاكياس الدمويه حضرتك نخش لها بالمنظار يلا نشيل الاكياس الدمويه دي او الجراحات. اتضح ان الكلام ده جزء منه خاطئ كبير. ليه بقى؟ المرضى دول لما حضرتك شايف الكيس الدموي، شوف هو لازق تقريبا في المبيض، فلما باجي اشيل الكيس الدموي ده غصب عني بشيل جزء من المبيض او اكوي جزء من المبيض، فباثر على مخزون السيده دي، فباجي اقول لا السيده دي حديثا بقى. عشان كده بقول لحضرتك ان العلم كل يوم في جديد وكل يوم في تطور، ولو حضرتك مش مواكب التطور ده وما بتتابعش وما بتروحش تحضر مؤتمرات طبيه خارجيه وبتشوف الوضع ايه، حضرتك هتفضل بالكونسبت، هيقع في مبلغ في غلطه كبيره ان هو يشيل الكيس. الكونسبت القديم، الكونسبت القديم خش حضرتك شيل تيجي بعد كده السيده دي مخزون المبيض بتاعها يبقى قليل خالص، اجي ساعتها مش عارف اساعدها، يبقى كده جه كحالها عمى. ايوه زي ما حضرتك قلت. طب دلوقتي قال لك ايه؟ قال لك لا ما تشيلش الاكياس الدمويه دي، حضرتك ادي لها حاجه تهبيطيه، حقن تحت الجلد كده بتتاخد شهريا قبل الحقن المجهري لمده 3 شهور، تهبط الاكياس دي وابتدي نشط حضرتك وما تلمس الاكياس دي ولا تيجي ناحيتها طالما المخزون بتاعها بوردر لاين. طب لو مخزونها بقى زايد ممكن الى حد ما ابتدي اشيل بس ابقى محاسب. يعني لو الاحجام كبيره يعني بنتكلم في 7 سم 8 سم 9 سم، ما تجيش بقى كيس مثلا 2 سم 3 سم وحضرتك تقول لي انا داخل اشيله بالمنظار. تشيله بالمنظار ليه؟ انت بتدور السيده مش بتفيدها. ضيفي العزيز دكتور احمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجاري وجراحات المناظير النسائيه، وطبعا الاستشاري بمراكز رويال للخصوبه. نورت وشرفت واسعدتني بهذا الحوار، وانا سعدت بتواجد مع حضرتك، واتمنى ان نكون المشاهدين بتوعنا استفادوا باللي احنا قلناه النهارده. اكيد استفادوا، خليكم دايما معنا سهل. هننظر للتجميل بنظره مختلفه، نظره مهمه جدا وفي نفس الوقت نظره يمكن تكون علميه جدا لكن متواكبه مع الحدث المهم اللي بيسيطر العالم وهو السوشيال ميديا. في مشكلتين في السوشيال ميديا. اول مشكله وهي المشكله الكبيره فعلا ان في ناس مش دكاتره ومش متخصصه بدات تتكلم وتطلع تدي وصفات وتدي تركيبات وتدي وتوجه وهم اساسا مش دكاتره، وبالتالي احنا كاطباء بنيجي نشوف المشاكل دي كلها بشكل كبير جدا في عيادتنا. هنقيس وهنشوف العظم وهنشوف حركة العضلات، هل هيناسبك البوتوكس، هل هيناسبك حقن فيلر، ممكن نحقن فيلر فوق العظمة،
وهترفع لك الحاجب ويبقى شكلك حلو جدا وناتشرال. ممكن نعمل بوتوكس وفيلر مع بعض، ممكن نعمل الخيوط، ممكن نعمل كومباين تريتمنت سواء خيوط او فيلر، خيوط او بوتوكس على حسب الحاله. اللي بيحكمني الحاله اللي قدامي. البنت او الست تقدر تداري كل حاجه بالميك اب صح الا الرقبه والايدين بالضروره. ويهملوا من الحاجات المهمله جدا في سواء سكين كير والكريمات، وفجاه بتيجي بتجاعيد كتير قوي في منطقه الرقبه والايدين. احنا لازم نعمل الاسسمنت نشوف حاله العظم وحاله العضلات وحاله الجلد. الست ما تنفعش تبقى الانجل او الزاويه حاده قوي، لا لازم تبقى فيها شويه كيربي عشان تديها الفيمينين لوك او شكلها يبقى انثوي اكتر. جزء مهم جدا في حوارنا يخدم السياحه العلاجيه، لانه ده جزء مهم. احنا عندنا افضل ايادي مصريه، افضل ايادي في التجميل في الشرق الاوسط. الاسنان شيء مهم جدا، وعالم الاسنان عالم سحر. انا قعدت سنين على ما وصلت ان لا انا هعمل اشعه مقطعيه وانا بخلع ضرس العقل عشان انا مش عايزه مشاكل. مريض السكر لازم التراكمي بتاعه ينزل، ما قلتش ابدا ان مريض السكر مش هيزرع. المشكله بتقابلني في التقويم ان بيجي لي العيان اوريدي مركب الجهاز، الحاله متشخصه غلط ويقول لي صلح لي. العالم فيه تقدم كبير جدا في العيادة اسنان جدا. كتير بقى قوي قوي يجي يشتكي من ضرس ويقول لك انا عملته علاج جذور وطلع خراب وقعد ينزل في مده وحصل وحصل وحصل، ابص في بقه الضرس مش موجود اصلا. مساء الخير، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله، وحشني والله. هو خايف يوريك سنانه. انا اكتشفت ان موضوع التشخيص موضوع في منتهى الاهميه ومحدش مديله حجمه. هرمون الهبل ده موجود فيك عادي. ملوش اي علاقه. والعقل اللي رايح مسافر ده مش ملوش علاقه تدخل عقد بالسعاده ولا لا. لازم الناس يكون عندها منطق ان الدكتور مش تاجر، الدكتور بيتارجت نتائج اكتر من المريض نفسه. ليه؟ لان انا سمعتي في راحتك. الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. بدايات تطور طب الأسنان قديمة جداً، برع فيها القدماء المصريين وحضارة بابل وقبائل المايا في أمريكا الوسطى والجنوبية اللي مارسوا زراعة الأسنان الصناعية واستخدموا حفارات يدوية مصنوعة من الخشب. أما حضارة الهنود الحمر في القارة الشمالية فاستخدموا الذهب في حشو الأسنان ومارسوا زراعة الأسنان وإعادة غرس الأسنان كما فعل القدماء المصريين. وقد لا يعرف الجميع أن العرب أيضاً أسهموا في تطور طب الأسنان في العصور الوسطى على يد الجراح الأندلسي أبو القاسم الزهراوي اللي عاش في الأندلس ما بين القرنين العاشر والحادي عشر الميلادي، وكان أول من وصف طريقة زراعة الأسنان باستخدام عظام الثور، ملهماً لمن جاء بعده في القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين. حقنة البنج الأول كنت بخاف منها، دلوقتي لا. متوترة أكتر حاجة إن الأدوات لازم تبقى معقمة عشان فيروسي ومش عارفة إيه، ببقى قاعدة بقى موسوسة شوية يعني. حقنة البنج ما بتخوفنيش، اللي أنا بخاف منه بس الأدوات بتاعة الأسنان علشان الفيروس، نقل فيروس سي. لا، هي حقن البنج عامة بتبقى صعبة يعني، مش أي حد يقدر يستحملها. إبرة البنج والمعدات اللي هي بيقوم بعملها تنظيف الأسنان وتسليك الأسنان والمعدات كلها عشان بتبقى حاملة نقل المرض، أو ما تعقمتش كويس أو ما عملش عملية كويسة في التعقيم، فتبقى سهل جدا إن هي نقل الأمراض وخاصة فيروس سي.
اهلا بكم. يوم مهم جدا في عالم طب الاسنان. خليني اقول لكم انه الحكاوي النهارده كتير، لكن هبدا بواحده من اقصى بالسين من اقصى انواع الحكايات حول طب الاسنان. حكايه رصدتها ديلي ميل البريطانيه عن ادم مارتن. ادم مارتن ده 41 سنه وهو بياكل فشار، على حد التعبير قطعه فشار. دخلت قطعه الفشار الصغيره ما بين سنانه، بين درس وسن، وبدا يحاول على مدار كام يوم انه يخرجها بكل حاجه. استخدم بقى، قالوا ايه، استخدم غطاء قلم، مسواق، قطعه بلاستيك، وبعدين بدا يستخدم مسمار معدني رفيع. وبسبب ده كله انفكشن بدا يجيله في اللثه، واللثه بدات تلتهب، وامتد الالتهاب، امتد الالتهاب من اللثه الى تيار الدم، ومن تيار الدم أصاب صمام في القلب، وكانت النتيجة أن صمام في القلب التهب، ودخل في مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، منها التهاب كمان في غشاء محيط بالقلب. كل ده وصله إلى أنه يدخل غرفة العناية المركزة، والسبب حتة فشار. هو دي هي الفشارة دي. وطبعا المسمار المعدني اللي استخدمه وهو، والحاجات التانية كتير اللي استخدمها. في ناس بتتفرج عليا دلوقتي تقولي طب ما أنا جربت حاجة زي دي قبل كده، وياما بلبسة قلم، بحتة سلكة صغيرة، بتاع عود كبريت قطمته من النص كده ورفعته وما حصليش حاجة. فلت مرة ويمكن اتنين، لكن التالتة تبتة. فلت يمكن وانت عندك 30 سنة، لكن بعد كده هيحصل لك مشكلة، أو في يوم الأيام هيحصل لك مشكلة في منتهى الخطورة. فخلي بالكم، هذه القصص حقيقية وموجودة برة وموجود زيها هنا، وممكن ما تشخصش ويكون السبب بداية القصة التهاب في اللثة. تعالوا بس الأول نقرب من قصص مثيرة جدا ومهمة جدا النهاردة. زي ما قلت لكم قصص كتيرة وقصص مثيرة مع ضيفتي العزيزة التي تبدع دائما في حوارها وتبدعني بهذه القصص المتميزة للغاية. طبعا ضيفتي العزيزة الأستاذة الدكتورة إسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية الطب قصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين بكلية الطب قصر العيني، صاحبة ماجستير جراحات الفم والأسنان والحاصلة على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان من جامعة سيفيا، وعضو جمعية الأمريكية لجراحات الأسنان. أهلا بيك دكتورة. أهلا بيك دكتور أيمن. من معظم في الأسنان، معظم النار من مستصغر الشرق. طبعا طبعا. هبدأ بالقصة الأولانية، القصة المهمة قوي. بتقول هي ركبت على الزرعة طربوش، للأسف بتقول إن الطربوش ده طلع لونه رمادي وفي حس أسود واضح. إيه القصة دي؟ إيه اللي حصل وإيه الحال؟ القصة دي قصة مشهورة جدا، إن إحنا غصب عننا في الدنتستري عموما لازم نجمب قدام كتير، ولازم نجري علشان نحل مشاكل المرضى اللي هي تعتبر مشاكل تجميلية. لأن إحنا لو فكرنا هنلاقي إن المريض كل اللي هو محتاجه إن هو يركب طربوش حلو يأكل عليه، مش مجرد طربوش يأكل عليه. زمان كان الناس بتعمل إيه، أو الدكاترة بتعمل إيه، بتركب لك طربوش وخلاص، لكن مش حلو. دلوقتي الناس بتبقى seeking for perfection، عايزين الأحلى أو المثالي أكتر. عشان نحل المشكلة ديت، دي حاجة أنا بعملها والتكنيك موجود في الكتب، بس ما فيش حد كتير بينفذه لأنه تكنيك متعب جدا ومكلف جدا. لو جيت قلت للمريض أنت هتدفع ثمن الطربوش مرتين أو ثلاثة، طبعا ده مستحيل. بس أنا بعمل كده حتى لو أنا مش هكسب، بس أطلع الحاجة perfect. يعني مثلا الحالة دي، الحالة ديت فيها فكرة مبدئيا. هي الحالة ديت احنا مركبين لها الفينيرز اللي قدامك دي كلها، لان هي جاية من بسنان لونها اصفر وشكلها مش جميل، والسنتين الجانبيتين دولت مفقودين. فاحنا اول حاجة عملناها ان احنا ركبنا فينيرز. حتى تعرف انها فينيرز ازاي؟ من الجنب، هتلاقي الجنب بتاعها مش متغطي، جنب السنة مش متغطي. عملنا زرعات، الزرعات ديت بتتحط بعمق معين، يعني الزرعات دي ليها فكرة. لازم الزرعات ديت بتتحط بعمق معين، لأن الناس بتجري ورا كلمة الأرخص. أنا رحت لفلان، أو فلان عامل إعلان الزرعة بأكس، يطلع الأكس ده ما يجيبش ثمن الزرعة،
طب ازاي؟ انا نفسي مش فاهمه على فكره لحد دلوقتي ازاي، بس مش مشكله نعديها. الزرعات ديت ليها طول وعرض وتتحط في كثافات معينه، ومش كل واحد ينفع له كل انواع الزرعات، وفي حاجات قريبه من الجيب الانفي محتاج شكل معين للزرعه، في زرعات عايز ديامتر معين، يعني ديامتر تخانه معينه او عرض معين، سمك معين، محتاج حاجه قليله قوي عشان المكان. في ليها حسبه، مش الموضوع مع الناس بتفكر ازاي تجري ورا التكلفه، مش تجري ورا النتيجه، لا انا بجري ورا النتيجه. ايدينا نحطها بعمق معين بديامتر معين عشان اطلع الشكل في الاخر زي بعضه بالظبط. خلصنا القصه دي، هنيجي بقى لقصه التركيب. التركيب دي بقى هي دي القصه كلها. احنا الجزء اللي لونه رمادي في موف ده الجزء اللي بيبقى جوه الزرعه، ده بيبقى غطسان جوه، العيان ما بيشوفهوش. الجزء اللي بعد الرمادي هو ده اللي بيبقى ظاهر في بق المريض، ده اللي المريض بيشوف جزء منه او بيشوف الخيال بتاعه. احنا بقى هنا عملنا ايه، او الناس عاده الدكاتره اللي بتطلع الشكل الرمادي بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه ان هم بيركبوا الطربوش على الجزء الرمادي اللي باين على طول، ما بياخدش مرحله قبله، ما بيعملش بطانه. ليه؟ لان البطانه دي مكلفه جدا، يعني انت هتقول للمريض ادفع ثمن الطربوش مرتين، تكلفه عاليه جدا، بس انا ببقى عايزه البرفكشن اهم عندي من تكلفه، او اهم عندي من اني اطلع هامش ربح. ده الشاسيه، بص الشاسيه دوت، انت قدامك الفتحه اللي بتدخلك على الزرعه طالعه قدام. تخيل لو ده شكل الطربوش وهو الخرم دوت موجود، بيجي الدكاتره اللي بيشتغلوا بالتكنيكس القديمه يقوم قافل الحته دي بحشو ابيض وخلاص، يبقى لازم الحته دي هيبقى لونها مختلف، لان الحشوه ليها انعكاس ضوء غير الطربوش، وعندك من ورا البطانه اللي هي الزرعه بتديك انعكاس ثالث، بيديك شكل مختلف تماما غير اللي انت عايز توصله او اللي انت عايز تعمله. فاحنا هنا عملنا ايه؟ عملنا اول حاجه البطانه، وهنا في فكره، الفكره دي عميقه جدا، وبرده مش اي حد بيشتغل التكنيكس، معقده ومكلفه. احنا هنا عاملين الطربوش دوت سكرو ريتيند، يعني ايه؟ يعني الطربوش دوت بيدخل في الزرعه بمسمار. ليه؟ عشان ما يحصل اي مشكله وعايزه انا اشيل الطربوش، ساي لونه مش عاجبك، عرضه مش عاجبك، عايز تلمعه زياده، عايز تغمقه شوي، اي حاجه، هنعمل ايه؟ هنقوم داخلين في المكان التيوب ديت او الممر الاسود ده بمفكه كده عادي مخصوص طبعا لكل زرعه، بتفك انت الطربوش دوت او البطانه الداخليه دي، بتشيل، بتقوم انت مغير، مرجعها له بربطه مسمار. ده احسن لك جدا في ايه؟ قللت السيمنت، لان ماده اللزق اللي هي السيمنت دي بتعمل التهابات وبتعمل مشاكل حوالين الزرعه، بتقلل عمر الزرعه، فانت بتقلل السيمنتيشن خالص، انت شغال سكرو ريتيند، ماشي؟ تاني حاجه بتخليها مور اكيوت، يعني انت لما بتقفل بمسمار، فانت بتقرط كويس، ما بيبقاش فيه فراغات. لما بتحط طربوش بلزق وارد جدا انه ما يكونش داخل في مكانه 100%، انت ما انتش شايف بعينك حاجه، لان اول ما بتدخل الطربوش اللزق بيبقى حواليك شيء مغطي كل الاماكن. مش دي المشكله الاولى، المشكله الاساسيه ان السمنت دوت لو دخلت منه باي بواقي في اللثه بيعمل التهاب، لو دخلت بواقي عند الزرعه بيعمل فيها بيري امبلانتايتس وبيعمل مشاكل بعد كده، يعني بيقلل عمر الزرعه. يبقى احنا قللنا الفكره بتاعت ان هنعمل حاجه سكرو ريتين. بعد بقى ما بنمسك الشاسيه ده كويس في الزرع، بنحط له طربوش تاني من بره. يبقى انت كده عملت كام طربوش للسنه الواحده؟ طربوشين، مش طربوش واحد. تكنيك دوت مفيش حد بيعمله لانه مكلف جدا، وليه انسترومنتس اكتر، انت بتكلف اكتر، بتكلف الحاجه اكتر، بس ده في سبيل ايه؟ اطلع الشكل كده. لو ركزت جدا في الصوره هتلاقي ان الطربوش اللي متركب على الزرعه بالظبط لون السنان الاماميه، ولا رمادي ولا غامق ولا شافف، اللون الرمادي بتاع الزرعه. فانت كده وصلت العيان للحاجتين اللي هو عايز يوصل لهم. بص الانعكاس الضوء هنا شكله ايه يا دكتور ايمن؟ بجد موضوع متعب متعب عشان نوصل للبرفكشن ده، عشان نوصل لانعكاس الضوء ده، عشان نوصل ان العيان فعلا يطلع ناتشرال ابييرنس، ما فيش اي حاجه متركبه، هو خلقت ربنا من الاول للاخر، ما مدناش ايدينا، يطلع بيرفكت. المريض دايما بيدور على حاجتين، بيدور على طربوش حلو، بيدور على طربوش ياكل عليه.
يعني الجمال والفانكشن، بيدور على الحاجتين دول. انت بقى تقعد تقول له هتزرع، هتتكلف عظم، هترفع حاجز انفي، هتستبعد عصب، هو ملوش في كده، اعمل اللي انت عايزه، ده مش قضيتي. كل الافورت اللي انت بتبذله، الميديكال افورت اللي انت بتبذله السيرجيكال، العيان ما بيحسش بيه خالص. هو بيجي يقولك في الاخر الطربوش لونه غامق، لونه فاتح، ما بيبصش قد ايه الافورت اللي انت عشان توصله اصلا لمرحله الطربوش. بس انا عشان اعمل المعادله دي غيرت التكنيكس بتاعتنا خالص، بقينا نشتغل سكروريتين، بقينا نشتغل الطربوش طبقتين وبنفس التكلفه. ما بقولش العيان انت دابل فيز، لا، بس عشان اوصل النتيجه دي. الحته دي تخليني اقول برضو انه في تفاصيل كتيره ممكن العيان بعضهم يهتم فيها، بعضهم يعني مش هيقدر يستوعب الكلام العلمي التفصيلي، لكن كلهم اللي مهتم بالتفاصيل العلميه واللي مش مهتم بالتفاصيل العلميه الاثنين مهتمين بحاجه تانية، النتيجه. انا يا عم في الاخر ليا ان انا اطلع شكلي حلو واقدر ادق واعمل كل حاجه بس تاني حلو. الشكل، الوظيفه، الوظيفه اللي في النص ده كله العيان ما بيفكرش فيه اصلا، وبينساه. ما بيفتكرش هو تعب مثلا او هو عمل كام زرع او ما بينسى كل التفاصيل دي. زي بالظبط انت لو رحت مثلا لحد بيفصل لك حاجه، انت مالكش اي علاقه هو تعب قد ايه، هو ليك في الاخر الحاجه طالعه فيت ولا لا. هو ده بالظبط نفس طريقه تفكير المريض لما بياخد كراون. السؤال الثاني سؤال مركب شويه. عيان شكله فاهم قوي، بيقول انا ركبت تركيبه وكنت خايف من الحز الاسود. حلو قوي. راجل مذاكر وخايف من الحز الاسود وعارف ان في حز اسود بس ما طلعلوش حز اسود، الحمد لله. هنغير اللون بقى، طلع له حز بامبي. والسنه طولها مش حلو والشكل مش طبيعي. هي الحقيقه القصه دي كلها تخص بنت. لازم تخص بنت. بنت عندها دقه في التوصيف، لازم تخص بنت. محدش هيدقق قوي غير لما يبقى بنت. انا بقى بص، خلي بالك لما قالت الطول مش حلو، فانا ببصيت على البتاع على لقيت ايه، هي بيقول ركبت تركيب ماشي مش باينه وهي في بس هي ما فيش حد اسود، ده في حد ذاته تقدم. بس بقى قلب بقول انا بنغير الالوان. طيب هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه قريبه جات لي في المركز متقاربه مع الفكره دي، وهي برضو ست كانت عامله تركيبات شكلها وحش، وهي عاملاها عند حد معروف، وكانت بتقول انا فعلا تعبت لما وصلت للنتيجه ديت، بس انا مش قادره استوعب ازاي بعد كل دوت ويطلع الطربوش شكله مش طبيعي. العيان كون انه يوصف اسود، يوصف رمادي، يوصف بامبا، الخلاصه كلمه واحده not natural، ده مش طبيعي. الطبيعي مش هتعلق عليه، العيان مش هيلاقي كلمه ينطقها، خلاص ده طبيعي. طالما العيان علق يبقى هنا في مشكلة. المشكلة ديت ليها شقين، أعتقد أن الحالة دي ممكن تكون أقرب ما يكون للبنوتة اللي بتتكلم. لو تاخد بالك يا دكتور أيمن، الطربوش اللي في الشمال عالي عن الباقيين، ولونه ورقبته لونها بامبا، ده منظر مش طبيعي واللون مش طبيعي. نمسك حاجة، نمسك اللي هو سنة اللي هو سنة. اللي هو جنب السنتين الأماميتين. الموضوع دوت ينقسم لشقين، أول حاجة لون وطول. اللون مش مظبوط ليه؟ لأن دوت نوع من أنواع البورسلين، وعلى فكرة ده بورسلين مش معدني. البورسلين خامته مش حلوة ومعتم. المريض دايما بيحاول إن هو يبقى نظرية التخوين، الدكتور ليه يعمل لي الطربوش بالمبلغ ده وانا ممكن اعمله عند دكتور تاني بعشر المبلغ ده؟ علشان الكواليتي. ده نوع من البورسلين مش كويس، معتم كانه معدن بس لونه ابيض، شكله غير طبيعي. انت حتى لما تبص له تحس انه ما فيهوش حياه، كانه هو لطعه سيراميك، مش حلو. دي اول مشكله. المشكله الثانيه ان هو علشان يهرب من التجميل اللفه ام مطول ام عامل لون بامبا، قال يعني هو ده الحز البامبا بتاع اللثه حطه في البورسلين. البورسلين الملون حاجه حديثه بس استخدمت بطريقه مش مظبوطه، ما يستخدمش كده خالص. ف
فهو عمل ايه؟ ادى سنه الاماميه، دي اسمها اماميه، ادى سنه اماميه في بنت شكلها وحش. اول ما تبتسم كل الناس عينها تروح على السنه دي، دي سنه مش ناب، كل الناس عينها تروح على السنه دي شكلها وحش. طيب القصه دي بقى حلها ايه؟ القصه دي حلها ان الدكتور ده لازم يكون مذاكر تجميل اسنان، مش مجرد دكتور تركيب ابرد الزق، لا، لازم دكتور التركيب يبقى عنده فكره، يفكر انا لما اعمل التربوش ده هيطلع شكله ايه؟ طب لما يطلع طويل ومعتم يبقى انا عملت ايه؟ طب ما العيان هيجي يقول لي انا مش راضي، التركيبه شكلها مش طبيعي، انا مش مبسوط. فهو دوت الفكره اللي بتفرق ما بين دكتور والتاني او مركز والتاني، ان في واحد فكر في قدام وواحد فكر قدامه بس او بص تحت رجله. بص يا دكتور ايمن، النتيجه مفيش فرق في اللون، مفيش فرق في الاطوال، السنان شكلها طبيعي جدا. ايه اللي احنا عملناه؟ ما عملناش اي اعجاز، احنا بس فكرنا. اول حاجه الحاله دي لازم يتعمل السنان كلها فينيرز. قبل ما نعمل الفينيرز لازم نعمل تجميل في اللثه، لازم نظبط المستوى، السنان اللي قدام تبقى نفس طول السنان اللي ورا، او تظبط المستوى بطريقه عاديه، طول عمر الناب اطول من اللي جنبه حاجه بسيطه قوي. السنان الاماميه عريضه، الجانبيه رفيعه، بعد كده تدخل في الناب، بعد كده تدخل في الضواحك، لازم يبقى في ترتيبه في الطول من حيث اللثه، ولازم يبقى في ترتيبه في الاحجام، بتتدرج الاحجام بشكل احنا بنبقى فاهمينه لما بنطبق الكلام اللي احنا مذاكرينه ده في بق المريض، يدي الشكل الطبيعي. الاسنان الاماميه عريضه، الجانبيه اقل، بعدها ناب، بعدها لازم ليها شكل. ده الشكل النهائي. بص حتى هتلاقيها بتضحك بنفس، قبل كده كنت بتصور وهي قافله او مش متضايقه من الوضع. المشكله دي عشان تتحل في عقبتين هيقابلوا المريض او بيقابلوني انا مع المريض، لان انا اللي بحط البلان وانا اللي بشخص وانا اللي مسؤول عن النتيجه. لما بتيجي انت تكلم المريض تقول له حضرتك هتعمل تجميل في اللثه، يعني دي عمليه، وهتعمل فينيرز لكل اسنانك، يعني انت بدل ما بتدفع اكس هتدفع 10 اكس. ليه؟ لان انت مش هتعمل طربوش، هتعمل 10. فيجي يقول لك ايه ده، لا خلاص انا كده كفايه عليا الطربوش اللي شكله وحش، ابو حدود بامبا او حدود سودا او او او. ده اللي بيخلي الدكاتره اللي بتطلع الشغل الوحش تطلعه وحش، لان المريض مش موافق ان هو يعمل الخطه التجميليه مظبوطه، فالدكتور يمشي على كلامه، فتتفاجأ في الاخر نتيجه غير مرضيه، فيحصل الكلاش اللي بيحصل، اللي هو انت اللي طلبت، طب ما انت الدكتور، طب ما انا المسؤول، لا انت اللي طلبت. تبقى هي دي الحوارات. انا بعمل لي حاجه ظريفه جدا، انا بقول هو ده الصح ومش هعمل غير الصح، علشان ايه؟ نقفل الكلام دوت خالص، لان انا عارفه، ببقى عارفه 27 سنه شغل، ببقى عارفه اللي هيحصل ايه بعد تاني يوم اسلم الطربوش. فانا ما بقتش امشي ورا من فضلك اعملي على مسؤوليتي، ما بقتش احب الجو دوت خالص، بقيت اعمل الحاجه الصح، يعني هعمل الصح علشان ده المنطقي في كل فروع الطب. والله يعني ده في كل فروع الطب لازم تعملي الصح، مش مفيش. والمفروض بص النتيجه يا دكتور ايمن، بص ابتسامتها جدا، بص اللمعه بتاعه الاسنان طبيعيه جميله مريحه للعين، اللون نفسه مظبوط مع بشرتها، انت لما تبص تحس ان انت حابب تبص، جميله اللون، الرسمه، اللمعه. بص بقى الافتر والبيفور، بص الصفار، وبص بص المنظر مختلف. الحاله الثالثه حاله بقى فيها كل الخلاصات بتاعه الشيزوفرينيا اللي عند ناس كتير. شيزوفرينيا بجد؟ شيزوفرينيا ولا سكيزوفرينيا؟ لا سكيزوفرينيا طبعا. سكيز. شفت بقى بقيت دلوقتي بصلح. بس هي معروفه طبعا في اللغه العربيه. في الأفلام. لا 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 في اللغه الأجنبية. حسني لما اترمت من فوق البرج باين كان بيقولوا شيزوفرينيا. لا ده كان ما كانش فوق البرج. ما كانتش سعاد حسني. لا كانت طلعت البرج ورمت نفسها. يمكن. قالوا دي شيزوفرينيا. من ساعتها واحنا بنقولها. لما دخلت بقى كليه الطب اسمها سكيزوفرينيا. سكيزوفرينيا طبعا. بس هي ترجمه لا لا عادي قوليها شيزوفرينيا عادي. والله؟ هي ترجمه من الانجليزيه للعربيه، نقدر نقول اي حاجه. اوكي. لكن هي سكيزوفرينيا. بتقول ايه؟ اللي بيقول ايه؟ عشان ما فيش احنا عندنا سكيزوفرينيا. بيقول كان عايز يزرع لكن خايف. حلو، شوف عايز يزرع بس ايه بس خايف، وعايز يعرف الخطوات زراعه ايه بالظبط، وهل لازم
ازرع الفكين مع بعض الاثنين يعني يقصد فوق وتحت. ما هو هي مش فكين، هي فك. لا فكين فوق وتحت. فوق وتحت فكين. ما هو فك واحد. لا لا ده اسمه فك وده اسمه فك. اوكي ابر ولور. الشكل العام بالعلم انا اعاني من فقدان في العظم. بصي تركيبه بقى مش صعبه. ما مش صعبه، انا بتكلم على تركيبه ثقافه. يعني عايز اعمل حاجه وخايف وعايز افهم قوي بس انا عندي مشاكل في العظم، فراح مدخل احاسيس مختلفه مع بعض في مشكله واحده. نفس المشكله دي كانت عندي امبارح في واحده ست كانت 53 سنه بالنسبه لي صغيره خالص يعني، فضلت خايفه لحد ما جات لي بقى امبارح. مش فاضل الا اربع دروس في بقها، اتنين فوق واتنين تحت. فقلت طب الخوف هيكمل، فاضل اربعه هنكمل خلاص، هو كده خلاص فاضل ايه؟ هنفضل خايفين لحد امتى؟ خلاص انت جيتي ناخد بقى الخطوه ونكت بقى الكلام ده. فقالت لي طب هو مش ممكن نعيش بالاربعه؟ قلت لها لو كنت عارفه تعيشي ما كنتش جيتي، لوجيك صح؟ ده هي منطقيه، هي رد على نفسها. هي نفس الحاله في دلوقتي، الحاله دي فيها ثلاث عقبات. اول عقبه الخوف، تاني عقبه هيعمل فك ولا اتنين، السلكشن هيكون ايه؟ الحيره. تالت حاجه العظم. الخوف والحيره والقلق دول كلهم ليهم علاقه بالبيشنت، يعني دي كلها احاسيس المريض. طيب الناحيه العلميه فكين وفقدان عظم، يبقى احنا كده عندنا موضوعين لازم نفكر فيهم. الناحيه بتاعه المريض اللي هو الخوف والقلق، ده طبيعي، مفيش حد في الدنيا بيروح يعمل اي حاجه في اسنانه وما عندوش خوف وقلق، حتى غير منطقي صح؟ دي حاله مماثله طبعا. ده واحد فضل خايف لحد لما فقد كل اسنانه، خلاص ما بقاش عندنا اي حاجه. ده بالعكس الحاله دي بقى قعدت في ايه؟ ده فقد العظم واللثه، يعني كده انا ما عنديش حاجه، انا هضطر ازرع لثه وعظم كل حاجه، بيجيب كل حاجه. طبعا دي الصوره من غير سنان ما فيهاش اي فكره، يعني حد ما من غير سنان خالص. لازم الاول اول حاجه خالص لازم نحط المبدا بتاع الخطوات لازم تمشي صح. ايه الخطوات؟ اول حاجه خالص لازم نعمل اشعه مقطعيه. الاشعه المقطعيه بتبين الطول والعرض. لو انا محتاجه عظم بتبين لي كل الفك. انا دلوقتي عايزه عظم اعمل ايه؟ طبعا انا عندي عظم ادمي وعندي انضف عظم في العالم والماني، بس انا عشان ارفع السكسس ريت لازم اخد من المريض عظم. ده في حاله فقدان عظم بكميه كبيره. عشان انا اخد من المريض عظم في اماكن معينه في نهايه الفك هي ديت اللي باخد منها عظم، وفي المقدمه تحت، بس دايما انا ببقى عايزه من ورا مش ببقى عايزه من قدام، علشان الورم وعلشان خاطر ما اعملش اي حاجه قدام، دايما باخد من ورا. طيب انا دلوقتي علشان اخد من ورا من غير اشعه بظهرالي الاماكن اللي انا هاخد منها، ما انا مش هاخد من اي حته، لازم الحته دي تبقى الطول والعرض والكواليتي حلو. يبقى انا كده محتاجه اشعه على ايه؟ على الفك كله. طيب بيجي العيان كل يوم، انا كل يوم في نفس الهاسل ده، هو عايز يزرع مثلا الضرس رقم 6 تحت، يجيب لي اشعه على الضرس رقم 6. طب حضرتك انا مش شايف 5 ولا شايف 7 ولا شايف الفك المقابل ده. لو انت جيت على ا ب زراعه مش غلط بس مش صح، لان انت اكيد لما بتزرع انت عايز توصل لايه؟ لضرس حلو تاكل عليه. اعرف منين ان انا عندي مكان اركب عليه طربوش اصلا؟ انا ممكن جدا يبقى عندي مكان ازرع فيه بس العضه الرأسيه ما فيش مكان احط عليه طربوش. فانا هعمل ايه بعد ما ازرع؟ اقول لك سوري والله الاشعه اللي حضرتك كنت جايبها مش كانت جايبه السنان اللي فوق، فانا ما كنتش عارف فوق وضعه ايه، مش عارف العضه الرأسيه بالنسبه لي وضعها ايه. طيب تيجي وانت شغال تلاقي ان مفيش مكان، مفيش عظم كافي تزرع، وانت شغال محتاج حته عظم بس تدعم بيها، هتعمل ايه؟ مفيش عندك اشعه، يبقى انت كده وقفت. الصح اعمل اشعه كامله. بعد كده باخد انا هعمل كام زرعه؟ الاول عندي كام درس ناقص وعايزه اوصل لكام درس؟ ما هو مش كل العيانين بيقول لك ركب لي فك كامل، في ناس تقول لك ركب لي اللي قدام لحد الضواحك وكفايه على كده، انا مش عايزه اركب ورا. يبقى التاني حاجه لازم اوصل كام زرعه؟ العظم بقى اللي عندي ده يشيل العدد الزرعات اللي انت عايزها ولا لا؟ ده موضوع مهم جدا. يبقى انا لازم هختار عدد الزرعات بناء على العظم والكواليتي بتاعته، الجيب الانفي، الاعصاب القريبه ايه، العصب الوجهي، الاعصاب كلها وضعها ايه، وبناء عليها اختار هدعم عظم ولا لا.
العظم ده هاخده كله من العيان ولا هحط من عندي عظم آدمي ولا هعمل ميكس؟ غالبا بعمل ميكس غالبا. يعني الزرعات احطها فين؟ ده كله الاختيار التاني. كل ده بعد ما استبعدنا عامل انا خايف انا قلقان، لان حقيقي الموضوع ولا مؤلم ولا بتحس بحاجة اطلاقا. لكن برضو فرانكلي سبيكينج بعد ما نخلص لازم يبقى فيه شوية وجع. ما حضرتك لو عندك ودنة في ضفرك ما تقولش انا مش توجعك، ما هو برضو غير منطقي، لازم يبقى فيه. بس احنا بنعمل ايه؟ بنعمل بروتكشن قوي جدا، بندي ادوية كويسة مضاد التهاب مضاد تورم، بنقفل على الموضوع. وقبل ما مد ايدي ببقى دارسة حالة الدم، في امراض دم، في امراض مناعية، في سكر، في ما برضو ببقى قاري الحالة من الاول احنا ماشيين في الطريق شكله ايه. بعد ما بنوصل للمرحلة دي، وعايزة برضو اوضح لك، بص الزرعات طلع الشكل الجم شكله ايه، بص مدور وجميل ازاي، لونه جميل، احنا مفيش بقى لسه مهربدة، مفيش لون وحش، مفيش شكل غير طبيعي. دي ده تكنيك، يعني دي بتتحط لها حاجة اسمها مشكل لثة، برضو نادرا ما حد يكون بيستخدمه في طب الأسنان، لأنه مكلف، مكلف وقت ومكلف ماتيريال. ده مشكل هتلاقي كلها خرام زي بعضها. دي ليه؟ علشان الترابيش لما تتركب تديك منظر طبيعي جدا، كأن فعلا السنة دي طالعة من العظم. وصلنا للشكل ده، أسنان مرصوصة، شكل لائق طبيعي جدا، معوضين اللثة، معوضين العظم، معوضين كل حاجة. اللون البامبا دوت احنا معوضين اللثة، الطول والعرض ده بقسنا بيه الارتفاع الرأسي. لان ممكن تعمل سنان يجي العيان يقولك انا مش عارف اكل عليها، ما بتنضخش الاكل معايا، ليه؟ العضة الرأسية كبيرة اكتر من اللازم او طويلة اكتر من اللازم. ممكن تعمل العضة الرأسية قليلة جدا، تلاقي ان هو بيجي يندغ، بيبذل مجهود كبير، مفصل الفك بيتعب، العضلات بتقل لان هو بيضغط اكتر من اللازم عشان ياكل. بيطلع هنا رينكلز واضحة جدا، بيبقى بعد ما ركب سنان بيبقى شكله عجوز. المفروض لما تركب سنان ترجع شباب، مش ترجع ميبقاش الشكل اقل من العادي. فدي كلها افكار، الافكار دي احنا بنتعب عشان نوصل للبرفكشن، انك تطلع شكل طبيعي جدا. ده شيء متعب مكلف، فلازم المريض يبقى مستوعب ايه هي الخطوات، هنوصل لايه امتى. ده بيهمني جدا، لان مش كل الناس هيدخل من عندي يطلع بسنان، في ناس كده بس في ناس برضو مش كده. تعالي نسمع ابو العريف. ابو العريف ده بيفتي وبيقول كلام يعني ممكن ما يفتيش في الزراعه وانا قاعده، بس بيفتي في كل حاجه. هو يعني هيفتي في الزراعه اي حد طالما بصي اصل الفتي في الزراعه بيزعلني، يعني خليه يفتي في اي حاجه. ابو العريف ده احنا بنشوفه كل يوم، ده احنا بنشوف ابو العريف ابو دم خفيف. في ابو العرفين اللي بجد بقى، لا اللي دمهم تقيل. لا دمه تقيل يعني ايه؟ ابو العرف ده لما هيجي يفتي، يفتي مع مين؟ يفتي مع صاحبه على القهوه. لكن لما تلاقي ناس ملهاش اي علاقه بالطب وطلع على شاشه تتكلم في الطب، ده مش ابو العرفين. لا دي ازاي طيب؟ ما ينفعش. بيحصل. اللايسنس فين؟ مش لا مجرد انه يتناقش، مجرد انه يقول رايه، مجرد انه يسال بطريقه غلط اساسا. احنا بنشوف كلام زي ده، ده بيخلي المنظر. وهو طبعا هو يعني لما يكون مش دكتور ومش فاهم في الطب، لا هيعرف يقيم هو مستضيف مين، ولا هيعرف يختار اللي صح، مش عارف يعمل حاجه صح. هنلاقي في الاخر مهزله، والناس في الاخر هتقول لك اللي قدامنا ده مهزله. ما هو دوت، ما هو انا بقول الاعلام عليه دور، الاعلام مهم، لان ده تخبط. انا نفسي بسمع حاجات فيها تخبط، لأن الكلام مش منطقي، مش مظبوط. لأنه مفيش حد فاهم كتير موجود، وده المشكلة اللي احنا موجود. وده اللي بيدعم النظرية بتاعت دايماً العيان قلقان من الدكتور ومخونه، دي أكبر مشكلة، لأن الداتا بتوصل له متضاربة، ودي أكبر مشكلة من وجهة نظري. دي الثقة، دي الفتيين اللي بيفتوا، أبو العريف اللي هم عاملين نفسهم بيفهموا. ودول انواع بقى كتيره، يعني على السوشيال ميديا في كارثه دلوقتي اسمها ناس بتطلع تشتغل لصالح تعمل بروباجندا بلا معنى، حاجه بلوجرز اللي بيسموهم بلوجرز او ممكن قوي حضرتك تستغلي ان انت ليكي متابعين في انك انت تروجي
لطقم كوبايات. حلو. اه والله تقولي طقم الكوبايات ده حلو قوي، او طقم العبايات ده ممتاز، لكن انت ايش فهمك في الموضوع الطب عشان تتكلمي عن الطب، او ايش فهمك يعني؟ ده موضوع مش سهل يا جماعه. فهي ديت اللي خلينا اقول ان ابو العريف في او تكون كده. فعلا عملت سنانها عند دكتور معين فبتتكلم عنه كويس، نوت باد، لان هي بتبقى شخصيه معروفه والناس بتثق في رايها، فده في حد ذاته كويس. والله لو كان بنيه يعني بيجي ممثلين كتير وكلهم لا لو كانت اسماء بنية إيكلاس، لا لو كانت بنيه كويسه يعني في إيكلاس بيجي يقولك انا مبسوط من دكتور اسراء عملت لي شغل حلو، ده عادي. لا لو بنيه كويسه انا بعمل كده، لكن لو دي بروفيشنال بتاعتي دي لا مش صح، يعني هيبقى وراها عليها علامات استفهام كتيره جدا، لان صح. لان انا ممكن انا بشتغل يعني انا مش القصه انا بنقي بقى، ده بتجيلي كده، مش بعمل حاجه على اساس علمي. طيب خلينا نسمع ابو العريف ونرجع نقول كلامنا تاني، يلا بينا. يا باشا بقول له احنا مسافرين الويك اند ده وهنخربها، رتب نفسك بقى عشان عاملين حسابك معانا. قال لي لا بلاش انا الطلعه دي، اصلي هروح لدكتور الاسنان ازرع مكان الضرس الفاضي. يا عم هي حبكت، ما تروح اي يوم بالليل، مش لازم الويك اند ده يعني. قال لي مش قضيه ميعاد، انا مظبط مع مركز اسنان محترم ومش عاوز التكلفه تخسع معايا. تكلفه ايه يابا؟ الزراعه مش محتاجه تدقيق. لو عندك بعد الشر السكر ولا مرض مزمن كنت قلتلك اه دقق في اختيار الدكتور، لكن الزراعة في العادي اي حد هيحط الجزر التيتانيوم والباقي مش مهم الخامة، كله زي بعضه، هتفرق ايه يعني من دكتور للتاني؟ استنى هشوفلك شوية عروض موفرة على الانترنت تختار منها توفر فلوسك وما تضيعش عليك سفرية الويك اند الجبارة اللي اخوك مرتبها. هو دي في 60 دهي فعلا مش دوات ورد، وانا عايزه في البذره دي هيرعاها وتكبر ولا ايه؟ لا هو يعني هو بيدور، ما هي دي الغرض، لعن الله الغرض. والله يعني بص هو فعلا فتاي. لا هو اكيد بتفرق، اكيد بتفرق يعني، مفيش حاجه اسمها بتفرق. لا في الزراعه كمان يعني مش ممكن حاجه يعني، دايما كنت دايما بقول للمرضى بتوعي ايه، ما ينفعش تيجي في حاجه داخله جوه جسمك توفري فيها، ما ينفعش. ده الوحده لما بتيجي تنقي المانيكير بتقعد تقول لك ده نوعه ايه وده لمعته ايه ودوت مش عارف ايه وده ايه، مفيش حاجه اسمها كده، ودي حاجات كلها من بره وبتتشال في ثانيه، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كله زي بعضه. يعني عايز تفهمني ان مثلا الزرعات اللي مش كوتد بطريقه كويسه، اللي مش معقمه بطريقه كويسه، اللي المصنع بتاعه معروف ان هو الماركه دي تعبانه او مش كويسه او مش واخده شكل العظم او التئامها بالعظم قليل او زي الزرعه اللي بتلتئم مع العظم 100% اللي هي ما بتعملش اي مشاكل، ما متعقمه بجاما رايز، اللي ده زي بعضه، مفيش حاجه اسمها كده طبعا، مش ممكن. اذا القرار الذي يتخذه المريض ينبغي ان يكون مدروسا بدقه، وينبغي ان المريض يغير من طبيعته الشخصيه في انه يثقف نفسه. لا يثق في الدكتور، لان الناس كلها بتجري ورا الزرع الالماني. انا معاهم على فكره، انا بحب اي حاجه الماني جدا، متحيزه جدا جدا، انا عارفه ان انا متحيزه، بس انت عارف ان الالماني في منهم كاتيجوريز، عارف ان في حاجات بتوازي الكوري بس مكتوب عليها ميد ان جيرمان او ميد ان جيرماني، انت متصور ان ما فيش حاجه اسمها انا اروح للدكتور اقول له اعمل كذا، لا وثقت فيه سيبه يشتغل لك صح، لان في الاخر النتيجه هو اللي مسؤول عنها مش انت. ما نجريش ورا كلمه هي ديت اللي احنا نمشي وراها اميال، لا ثق في الدكتور وثق انه هيجيب لك النتيجه الحلوه. المريض ينبغي ان يثقف نفسه، يكون مثقف. مثقف بمعنى اشياء كثيره جدا، من ضمنها انه يكون عنده من الثقافه اللي تخليه يبقى عنده الثقه في الدكتور، لان ده جزء من الثقافه. من جزء من الثقافه انه يكون فاهم البروسيدر، لما يطلب منه حاجه ده مناسب، يطلب منه اشعه مقطعيه انا مطلوب مني اشعه مقطعيه ده مناسب، ده فعلا ده جزء من الخطه العلاجيه لانه انا قريت انه كده.
بفاهم الانواع الموجوده من الزرعات او الانواع الموجوده من الارتكلز اللي بتستخدم في سواء في الاسنان او في غيرها. الثقافه ده شيء مهم جدا. نورتي. ميرسي يا دكتور. ايه ضيفتي العزيزه الاستاذ دكتور اسراء السعيد استشاري جراحه الفم والاسنان بكليه الطب وصاحب ماجستير جراحه الوجه والفكين وصاحبه الدبلومه الاسبانيه لزراعه الاسنان من جامعه سيفيا عضو الجمعيه الامريكيه لجراحات الاسنان. نورتي. ميرسي يا دكتور ايمن. خليكوا دايما معانا مع الناس الحلوه. هننظر للتجميل بنظره مختلفه. نظره مهمه جدا وفي نفس الوقت نظرة يمكن تكون علمية جدا لكن متواكبة مع الحدث المهم اللي بيسيطر العالم وهو السوشيال ميديا. في مشكلتين في السوشيال ميديا. اول مشكله وهي المشكله الكبيره فعلا ان في ناس مش دكاتره ومش متخصصه بدات تتكلم وتطلع تدي وصفات وتدي تركيبات وتدي وتوجه وهم اساسا مش دكاتره، وبالتالي احنا كاطباء بنيجي نشوف المشاكل دي كلها بشكل كبير جدا في عيادتنا. هنقيس وهنشوف العظم وهنشوف حركة العضلات، هل هيناسبك البوتوكس، هل هيناسبك حقن فيلر، ممكن نحقن فيلر فوق العظمة وهترفع لك الحاجب ويبقى شكلك حلو جدا وناتشرال. ممكن نعمل بوتوكس وفيلر مع بعض، ممكن نعمل الخيوط، ممكن نعمل كومباين تريتمنت سواء خيوط او فيلر، خيوط او بوتوكس على حسب الحالة. اللي بيحكمني الحالة اللي قدامي. البنت او الست تقدر تداري كل حاجة بالميك اب صح الا الرقبة والايدين بالدروش ويهملوا. من الحاجات المهمله جدا في سواء سكين كير والكريمات، وفجاه بتيجي بتجاعيد كتير قوي في منطقه الرقبه والايدين. احنا لازم نعمل الاسسمنت ونشوف حاله العظم وحاله العضلات وحاله الجلد. الست ما تنفعش تبقى الانجل او الزاويه حاده قوي، لا لازم تبقى فيها شويه كيربي عشان تديها الفيمينين لوك او شكلها يبقى انثوي اكتر. جزء مهم جدا في حوارنا يخدم السياحه العلاجيه لانه ده جزء مهم. احنا عندنا افضل ايادي مصريه، افضل ايادي في التجميل في الشرق الاوسط. مشكله البنكرياس اعراضه بنسميها دايما فيج، يعني ملهاش عرض محدد. ابرام البنكرياس، البنكرياس عموما ما حدش يعرف عنه حاجه. تشخيصه ان احنا نقول ينفع له عمليه فعلا اتطور جدا جدا، مش هيدي اعراض غير ما يوصل لحجم كبير قوي، وبالتالي في الغالب بيتشخص متاخر قوي. عشان استأصل المنطقه صعبه شويه والعمليه تبان انها تخوف شويه، لكن نسبه نجاحها دلوقتي تتعدى ال 95%. الدكتور محمد فتحي عبد الغفار أستاذ جراحة وزراعة الكبد كلية طب جامعة عين شمس، استشاري جراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، عميد المعهد القومي للكبد سابقاً، زميل جامعة إسن بألمانيا لجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية. الإحصائيات الدولية بتشير إلى أن التهاب البنكرياس أدى إلى وفاة 83 ألف حالة سنة 1990، وازداد العدد إلى 123 ألف حالة سنة 2013. أحياناً بيكون سبب الإصابة بالتهاب البنكرياس مجهول، وغالباً مرض السكر من النوع الثاني بيزيد من فرص الإصابة بالتهاب البنكرياس بنسبة 2.8 أعلى من الأشخاص العاديين. أما أشهر أسباب حدوث التهاب البنكرياس فمنها سوء استخدام المواد الكحولية وحصل مرارة، وممكن جراحة في البطن أو بعض الأدوية تسبب التهاب البنكرياس، وطبعا التدخين ووجود تاريخ عائلي للإصابة بالتهاب البنكرياس وارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم والعدوى والجرح في البطن. كل دي أسباب وجودها بيحتم علينا مراجعة الطبيب فورا للكشف عن التهاب البنكرياس. أهلا بكم. البنكرياس يظل واحد من الأجزاء اللي في الجسم
اللي فيها نقص كبير في الثقافة، واللي فيها كمان نقص كبير في القدرة التشخيصية عند الجموع من شباب الأطباء في الأجيال الحديثة. كثير جدا من شباب الأطباء أجدوا غير ملم بالشكل التشريحي للبنكرياس، بأعراض البنكرياس، ولذلك يبقى كلمة أورام بنكرياس كلمة مخيفة للغاية. لأولا لأنه كتير مننا بيفسر أعراضها بشكل بنسميه إحنا تفسير ساذج، عيان جاي بيشتكي من ألم ممتد من السرة عنيف داخل لغاية ظهره، قولون عصبي، مشاكل في المعدة، يا أخي أنت متوتر، وفي الآخر نجد أنه مشكلة في أورام البنكرياس. البنكرياس عضو تكوينه غريب شوية، بيكون من رأس وجسم وديل، وهو عضو فعال من ناحية الاندوكراين، ناحية الغدد الصماء، لأنه هو بيفرز هرمون مشهور جدا عندنا كلنا وعارفينه كلنا اللي هو الإنسولين، ووظائف أخرى وهرمونات أخرى. مهم جدا أن احنا نعرف أنه موقعه موقع استراتيجي خطير جدا، قريب جدا هو من أو هو محاط بالإثنى عشر، وفي قنوات فيه، وفي قنوتين مشتركتين في جزء منه. فلما بيحصل تكوين ورمي في ممكن يبقى الأعراض شكلها تستبعد في كثير من الأحيان إن هي تكون شيء في البنكرياس ويطلع في البنكرياس، يعني عين جاي بيهرش، عين جاي عنده صفرة، فتفكر في الكبد وبتاعه يطلع المشكلة كلها في البنكرياس نتيجة انسداد في الأمبولة. يعني لازم نركز في حوار النهاردة على مستوى العائلات، على مستوى اللي عندهم تاريخ مرضي، على مستوى الجراحين، على مستوى دكاترة البطنة، كل دول لازم يركزوا، على مستوى حتى الاستقبال، الناس اللي في الامتياز اللي بيشتغلوا في الاستقبال والنواب اللي بيشتغلوا في الاستقبال لازم يركزوا النهاردة في حلقة النهاردة اننا نستفيدوا استفادة كبيرة جدا جدا في جزء كبير منها. النهاردة حوار الأمتع، واحد من الحوارات اللي بنفخر بيها، واحد من التوب ديسكشنز، من الحوارات يعني التوب انترفيو اللي عندنا أكيد مع العالم الكبير والاسم الكبير القدير في هذا المجال، الاسم العالمي بكل معنى يعني الكلمة اللي بنفخر بوجوده معنا، ضيف العزيز الأستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الغفار، أستاذ جراحات وزراعة الكبد، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل جامعة أيسن ألمانيا لجراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، وعميد معهد الكبد السابق. بتنور كالعادة وبتشرفني كالعادة وتبهرني بشياكتك، ده رقم واحد. رقم اتنين، الموضوع البنكرياس، احنا هنتكلم على سرطان البنكرياس، وزي ما بيقولوا احنا جايين ايه في قلب يعني الإثارة. سرطان البنكرياس ما هو؟ نسبة انتشاره في مصر عاملة ازاي؟ نقول بس اول كلمة كده عنه، احنا مبدئيا بنتكلم على ورم رابع سبب وفيات على مستوى العالم كله من السرطانات بصفة عامة، من اكتر الاورام اللي نسب يعني حدوثها بتزيد في كل دول العالم، من اكتر الاورام اللي انا في رايي مش مفهومه، لان احنا بنتعامل مع حاجه غريبه جدا. اي ورم في الدنيا حك لما بتعمل عمليه وتشيل الورم انت متوقع ايه؟ ان الاغلب ان انا مش هيرجع، والاغلب ان انا هيخف. طب لما العام بيسالني عنده ورم في راس البنكرياس وهنشيله، هقوله هنشيله بعمليه هنوصفها بعد شويه، هنعرف انها كبيره قد ايه، وهياخد كيماوي بعدها. طب نسبه ارتجاعه بعد كل ده قد ايه؟ 70%. يعني الاغلب انه هيرجع. هل في الجراحه ورم بشيله وانا بشيله عارف ان بنسبه 70% هيرجع تاني؟ مفيش. فهي شيء محير العالم كله. كلام ده اورام الثدي على فكره نسبه ارتجاعها بسيطه جدا، انت اي ورم هتلاقيه 10% 20%. اورام القولون نفس الكلام، الا مفيش دوت، وده على مستوى العالم كله. هنتكلم 30% اللي بيخف تماما منه، 70% بيرجع له ورم تاني، ده على مستوى العالم كله في احسن مكان. وفي ناس بتقول ان الرقم دوت ده انتم مبالغين فيه شويه، هو الحقيقي بتاعه 20% مش 30%. فاحنا بنتعامل مع حاجه احنا حتى هذه اللحظه مش قادرين نحط ايدينا على مشكلته الرئيسيه. يعني في اعتقادي ان احنا بعد كام سنه هنعرف ان احنا لا
احنا كنا بنتعامل معاه بطريقه خاطئه شويه. يمكن النهارده هتكلم على حاجه اتعملت تعديل في عمليه قد يكون ليه مردود في الرقم ده شويه. يعني يمكن دي الحاجه الكويسه النهارده اللي نتكلم عنها ان شاء الله. انواع الاورام، انواع اورام البنكرياس ايه؟ هو اورام البنكرياس عامه ما بتطلع الاورام الحميده دي مش كتير، ودي معظمها بتبقى حاجات ليها وظيفة وبالتالي بتبان بسهولة. يعني مثلا واحد عنده ورم بيطلع الانسولين، واحد عنده ورم سيلينوما حاجات كده. ودي الحمد لله أنا معظمها حميدة، يعني لما بتتشال ما بترجعش تاني، وفي بعضها ما يحتاجش حتى انه يتشال. الاورام السرطانية بقى بتاعت البنكرياس هتتقسم لجزئين، جزء هيطلع في رأس البنكرياس وجزء يطلع في الجسم او في الديل. كل واحد فيهم فيه ميزة وفيه عيب. اللي هيطلع لي في الراس عمليته كبيرة قوي، محتاج اشيل حاجات كتير عشان اشيله، ولكن في المقابل تشخيصه في الغالب بيبقى بدري، لان العيان بيجي له صفرة بدري فبيكتشف بدري. اللي في جسم البنكرياس عمليته صغيرة، انا هشيل جزء من البنكرياس بس مع الطحال فقط، مفيش توصيلات، ولكن نادرا ما بيجي عيان ينفع له عملية لانه ملوش اعراض. زي ما حضرتك قلت في البداية اعراضه فيك، مش واضحة. في الغالب العيان اتشخص قولون عصبي، جرثومة معدة، انا ما عنديش مشكلة انه هو ده يبقى التشخيص الاولاني، بس بعد انت عملت التشخيص الاولاني ده وما جابش نتيجة لازم نفكر في الحاجة التانية على طول بسرعة. لكن دايما العين يجي بعد سنة او سنة ونص وهو بيلف بقاله سنة على الوجع اللي مش جامد قوي، لغاية ما ابتدى وجع جامد قوي بقى ويسمع في الظهر وابتدى يخسه، يعني دخلنا في مرحلة تانية. فجسم البنكرياس مشكلته ان اعراضه مش واضحة، وبالتالي تشخيصه دايما متأخر ودايما بيوصل لمرحلة بيبقى صعب العمليات فيها. السؤال بقى اللي دايما بنفكر فيه، العوامل او الاسباب، وكلمة اسباب مش دقيقة، هي عوامل اكيد. حاجتين او يعني كحول. جزئين كده طبعا، يعني قصدي في حاجات احنا بنعملها زي الكحول، زي السجاير، الخمرة، يعني الكحول اللي هو شرب الخمر مش الكحول اللي بنمسح بيه ايدينا في ناس دي العوامل اللي هي ممكن نمنحها. في عوامل تانية أهم منها وهي الأكياس بتاعت البنكرياس. ليه بنقول عليها أهم منها؟ ما كناش زمان بناخد بالنا منها قوي. في أنواع بقى، في كتب بتتكلم على حاجة اسمها IPMN. IPMN ده نوع من الأكياس البنكرياس. طب إيه أهميته؟ إن في أنواع منها 70% بيقلب ورم. والنوع ده لو أنا لقطته هو لسه كيس وعملت له عملية، العيان هيخف ومش هيرجع له حاجة. لو أنا سبته لغاية ما قلب ورم بقى عامل زي ورم البنكرياس، لو بنتكلم إن 70% مش هيرجع الورم مرة تانية. فالأكياس بتاعت البنكرياس دي من الحاجات العوامل الخطورة المهمة جدا، لازم نعرف نوع الكيس إيه، هل النوع ده من النوع اللي بيقلب ولا ما يقلبش، طريقة متابعته عاملة إزاي، مين أقول له لازم يعمل عملية دلوقتي، مين أقول له بعد 6 شهور أشوفك تاني، وهكذا. في هناك عوامل أخرى، جينات، وراثة؟ طبعا حاجات، ما أنا بقول حكي الحاجات اللي إحنا نقدر نتحكم فيها. الحاجات التانية ماليش يد فيها، حاجات وراثية، حاجات جينية، حاجات زي كده مش هقدر اعمل فيها حاجه. ايه بقى الجديد؟ الجديد زي ما قلت لحضرتك، احنا العالم كله بيدور على قصه ليه الورم ده بالذات بيرجع بالمنظر دوت. احنا في الطب كده بنقول معدل الحياه بعد العمليه، يعني السرفايفل، قد ايه معدل الحياه لعمليات الورم 5 year survival rate. معدل بعد كام هيعيش قد ايه؟ 5 سنين بعد العمليه. والمتوسط احنا قلنا يعني 70% هيرجع الورم و30% هيخف. طيب لو قسمناهم الاثنين على بعض بقى معدل الحياه تقريبا قد ايه لمريض بعد ما يعمل العمليه؟ 28 شهر. دي النسب العالميه. طيب ايه الجديد بقى؟ ان هم ابتدوا يفكروا هو ليه الورم عنيف بهذا المنظر؟ مشكله البنكرياس قربه بالشرايين والاورده، زي ما حضرتك قلت في الاول. انت عندك اي ورم، احنا الفرق بين راس البنكرياس وجسم البنكرياس تشريحيا زي الصورة احنا شايفينها ديت. الفرق بين الراس والجسم ايه؟ الوريد البابي والشريان بتاع الامعاء اللي داخل جوه البنكرياس نفسه، يعني لازق فيه، نايم عليه، وبالتالي اي انتشار هيبقى انتشار عن طريق دول. دايما الشرايين والاورده بيجي له الاوعيه الليمفاويه تمشي معاه، يعني ما بتمشيش لوحدها، بتشوف اي شويه وتمشي معاه. الاعصاب نفس القصه، تشوف اي شويه وتمشي معاه. فوجود الشرايين كلها قريبه قوي من راس البنكرياس قال لك هو ده اللي بيخلي الورم ينتشر عن طريق الأوعية الليمفاوية وعن طريق الأعصاب
إلى حتت أكبر من مكان الورم نفسه. من سنتين بالضبط كده في هايدلبرج في ألمانيا عملوا تعديل في العملية، حاجة بيسموها ترانجل أوبريشن، يمكن هنشوف صورتها بعد ديت. الفكرة إيه؟ كل العمليات زمان إحنا بنتكلم على إن أنا هشيل الورم أسلكه من شريان الأمعاء وأسلكه من الوريد البابي. لكن هو قال لك لا، ده في شريان تاني كبير جدا اللي هو اسمه السيلياك، اللي هو الشريان اللي طالع من الأورطة وبيطلع لي ثلاث حاجات، بيطلع لي شريان الكبد وشريان الطحال وشريان المعدة. الشريان ده قال لك ما هو ده قريب جدا في البنكرياس، ولما هنشوف الصورة اللي مكتوب عليه سي اي سيلياك ارتري دوت، ده قريب جدا من شريان الأمعاء. فعمل هو مثلث التحتاني ده، عمل مثلث، ومثلث عبارة عن وريد البابي وشريان الأمعاء وشريان بنتكلم عليه. قال لك المنطقة دي كلها لازم تتفضى، لازم تتشال. وهم اعتقادهم ان المكان ده من ضمن الأسباب الكبيرة لارتجاع الورم بعد العملية ديت. المثلث اللي عليه الحروف في صورة تانية هنشوفها مرسوم بقى المثلث نفسه عشان نقدر نتخيل الشكل بتاعه. المثلث اللي احنا رسمينه ده، المثلث ده معمول بشريانين ووريد بابي. احنا عمرنا ما كنا بنسلك على الشريان التاني دوت، كان كل العمليات موصوفة على الشريان الأولاني بس. طبعا المنطقة دي صعب قوي ان توصل للحتة ديت، يعني تكنيكالي مش سهلة، بس متوقع نتائجها. هو الألمان لما نشروا بيبر من سنتين على القصة ديت قالك ان المعدل هنقول 28 يعني شهر يعيشوا العام بعد العملية، وصل معهم ل 48. هل من 28 ل 48 ده رقم فارق؟ يعني ده رقم فارق جدا في الطب. عشان نفهمه مثلا، ورم الأولي بتاع الكبد لما لقوا له دواء اسمه نيكسافار، عملوا ضجة في العالم ان الدواء دوت حسن الحياة بتاعت البني آدمين بالدواء ده. أول دواء في العالم يشتغل على ورم الكبد الأولي، حسن إيه؟ من 10 شهور ل 13 شهر، يعني كسبت 3 شهور، اعتبروا ده طفرة. فتتكلم من 28 ل 48، فدي تعتبر ضعف المعدل الطبيعي. وحاليا في دراسة على مستوى أوروبا كلها للعملية دي أو التعديل ده بالذات، بحيث ان هم يشوفوا فعلا تاثيره على 5 سنين هيبقى عامل ازاي، لان لسه ما وصلناش لقصه ال5 سنين ديت. الحاجه الكويسه ان ابتدينا فعلا نعملها دي، يعني الجزء التعديل بتاع العمليه دوت عملته مثلا دلوقتي في حوالي 10 عيانين. النتيجه الاولانيه يعني ده جزء من العمليه عندنا في مصر، ده الشريان بنتكلم عليه اللي هو الاساس اللي بيغذي الكبد والطحال والمعده، وهنشوف بعديها الشريان التاني بتاع الامعاء، وهنشوف المثلث والحته اللي نضفناها كلها. الحاجه الكويسه نقدر نقول عليها دلوقتي ان في العشر عينين كانت بصوره امنه الحمد لله، يعني ما عنديش مشاكل من التكنيك ده. زود الوقت بتاعي شويه، ساعه مثلا زياده، ولكن مقابل المردود اللي احنا متوقعينه لا، ما فيش ولا حاجه خالص. فاضل المرحله الثانيه وهي نشوف نتائج هذا الكلام. القصه دي كلها يعني انا عاملها بقى لها حوالي 6 شهور، فما اقدرش احكم هل فرقت في ارتجاع الورم ولا لا، لكن احنا المرحله الاولانيه هل هي امنه ولا لا؟ امنه طبعا. عملناها في كام عمليه حاله لغايه دلوقتي؟ 10 حالات لغايه الاسبوع اللي فات. رقم كويس للمراقبه بقى. بالظبط، ان نشوف الفرق في العشرة دول، وهنقارنهم بقى بالعينين قدام كتير تانيين ما عملوش هذا التعديل اللي في العمليه. بالظبط. التعديل في العمليه دوت باختصار اللي هو احنا بنشيل جزء مثلث ما كناش بنقرب من عنده. نقول عليه مثلث برمودا الشريان. مثلث برمودا فعلا، هو مثلث خطير، يعني وريد مهم جدا وشريانين مهمين. فهذا المثلث ما كناش بنقرب منهم خالص، واتضح او ربما نظن بشكل قوي انهم سبب مهم في ارتجاعه اللي في المكان دوت. فنامل ان بالقصه ديت احنا مش هنقضي على الارتجاع، مش هنوصل 90%، بس بدل ما احنا 30 نوصل 50 60، وهيجي بعد كده اكيد دور لعلاج كيماوي احسن من اللي احنا بناخده. يعني ده توقعاتي في القدام شويه ان ده يحسن لي النتيجه شويه، بحيث نبقى زي الاورام العاديه اللي بنتكلم نسبه ارتجاع اي ورم 10% 20%. لكن الارقام ديت الحقيقه مفزعه جدا للمريض. هرجع تاني لحته تهمني انا قوي، المريض يتحرك امتى؟ دي هي دي اهم حاجه، لان واضح ان التحرك المبكر هو اهم حاجه طبعا. فايه المنذرات؟ لانه بعد العلم الغزير احنا قلناه، والجزء الدقيق التقني اللي احنا قلناه، لازم الفاميلي العيله دلوقتي يكون عندها هذه المسج في دماغها. اتحرك امتى؟ اول حاجه الالم، الم اللي هو موجود في اعلى البطن. مش كل واحد عنده الم في اعلى البطن يبقى ده معناه انه بنكرياس، عشان بس الناس ما تترعبش. ما الناس كلها بيجي لها وجع في معدتها،
بس انا موافق ان هيجي لك الاول هتقول ده وجع معده واخد دواء المعده، بس خدت دواء المعده وما ارتحتش، لازم افكر في حاجه ثانيه. بلاش يبقى الحاجه الثانيه قولون عصبي، طب ماشي هو قولون عصبي خدنا علاجه، بلاش الحاجه الثالثه لا نعيد ثاني جرثومه المعده، طب نعيد مش يعني يخرب بيت جرثومه المعده. انا ما فيش مريض جالي عنده ورم متاخر الا ما كان خد علاج جرثومه المعده. لا اصل الحكايه بص بص جرثومه المعده دي بتبقى عامله زي اللي هو ايه، جبت لك الحته بقى، جبت لك الفوله مش عارف ايه، ويبقى هي قرحه معده يعني خلاص على وشك البطن. وهي مشكله ان معظم الناس لما عملوا التحليل بتاع الجرثومه بيطلع ايجابي، ما بيطلع بس إيجابي. مش هي ما دي المشكله، ما دي بقى اللي احنا عارفينه بقى في الدرع ان هو بيطلع ايجابي. ولازم يتحلل في الاستول مش في الانتي بودي يعني مش في الدم، ويبقى عنده ورم في البنكرياس. الحاجه الثانيه الخساسين، اي واحد ده مميز جدا جدا في البنكرياس، وخساسان ممكن يبقى عامل بيقول لك اصل انا ماليش نفس فانا خسيت عشان ماليش نفس، ما هو هو اللي خلاك مالكش نفس، يعني ما تحاولش تفسر ان انت ايه خسيت عشان ما بتاكلش، لا اي حد عنده وجع ويخس دي جرس جرس عندي لازم ابص كويس جدا جدا جدا. الحاجة التالتة السكر، في ناس يعني كتير من العيانين هو ما عندوش سكر، يقول لي جالي السكر وبعدها بشهر شهرين ابتدى يجي لي وجع، اكتشفوا ان ورم البنكرياس نفسه بيطلع مادة ضد الانسولين والمادة دي بترفع السكر، فاللي ممكن تخلي واحد ما عندوش سكر يجي له او واحد عنده سكر يلاقي السكر ابتدى يلخبط. فانا لو لقيت عندي عيان عنده وجع في بطن وجاله سكر قريب او سكره ابتدى يلخبط زياده شويه في الفتره الاخيره دي، لازم هنا اربط الحاجات دي ببعض، هي بازل كده مش سهل انك تجمعها بس لازم تبقى في دماغك. والدكتور الشاطر دكتور البطنه الشاطر المعلم بقى اللي هيجيله عيان عنده سكر وعنده وجع في بطنه وبيخس، لازم يحط في الاعتبار ان قد يكون مع اعتبار ان ده سكر بمضاعفاته اسيتون دايابيتيك كيتو اسيتوزيس انه بيعمل الم في البطن والسكر بيخسس والسكر بيخسس. ما هو ما هو جاي كلاسيكي كده الف ب، انت بتقول لي ده لازم تقطع في الاعتبار الشبع القاتل اللي هو سرطان البنكرياس، زي ما تضع في اعتبارك ان انت ممكن وانت بتعدي وحد خبطك كده بعربيه ماشي، قد يكون حد اللي خبطك بعربيه ده مش قصده وممكن يكون قاتل محترف جاي يقتلك، يعني لازم اكون شكاك في الطب، لازم اكون انا دماغي في عفاريت في الطب بجد، يعني لازم اكون سايكوباتي شويه نفسيا كده ان انا اشك في الحتت لانه مقلب جامد قوي. التشخيص بالذات الورم البنكرياس كل ما انا اتاخرت كل مهما انا عملت مش هدي النتيجه اللي اخدها لو انا اكتشفت الكلام ده بدري. يعني في عيانين مثلا ساعات بيبقى حظهم كويس ان عمل منظار لقى حاجه صغيره في الاثنى عشر خد منها عينه طلعت ورم، ده بيتعمل له عمليه العيان بيخف تماما خلص من القصه كلها، عكس العيان بقى اللي هو ابتدى يحس بوجع وابتدى يلف وابتدى يعمل. وساعات كتير للاسف الاقي مثلا جات له صفر فراح مركب دعامه، طب وبعد كده عملت ايه؟ لا ولا حاجه. طب هو يعني الصفره جت منين؟ يعني ليه ركب يعني الدعامه دي حطيناها عشان في حاجه سده؟ ايه الحاجه اللي سده؟ لا ما دورناش. ورم في راس البنكرياس دخل على مسار السائل المريري قفل بالظبط. فكل ما انا قدرت اشخصه والقطه بدري كل ما النتيجه بتاعتي بقت احسن كتير. ولذلك بقول احنا هدفنا في النوعيه دي من البرامج الثقافه، ما هو من غير الكلام ده الناس مش هتعرف. يعني انا سعيد جدا بالحوار ده، شرف كبير لينا ان انت تكون معانا بجد. الله يخليك. يعني فعلا يعني شرف كبير جدا للثقافه المصريه العربيه ان يكون فيها هذا النوع من الحوار الطبي الراقي جدا، لان ده حياه كل حاجه في الدنيا بتخدم، بس لما يكون الحوار يتلخص في كلمه انقاذ حياه فده هو اكيد ارقى انواع الحوارات. القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير العالمي في عالم جراحات الكبد والبنكرياس استاذنا الاستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الغفار استاذ جراحات وزراعه الكبد الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس زميل جامعه ايسن بالمانيا لجراحات الكبد والقناه المراريه والبنكرياس وعميد معهد الكبد السابق، نورت كالعاده الناس الحلوه. البدله دي منين؟ انت هتقول لي انا بص ما بعرفش مسكين. خليكم مع الناس الحلوه.
بيجي لي ناس تقول لي ده انا بس حسيت بوجع من يومين، لكن لما نفحصه نقول له انت عندك بواسير بقالها 10 سنين مثلا. النسور الشرجي الحل الجراحي فيه يمثل الحل الوحيد. النسور الشرجي من الامراض السخيفه جدا، لانه يمر داخل عضلات مهمه جدا مسؤوله عن التحكم في التبرز. بقى الحل للنسور دلوقتي زي ما نقول حاجه اسمها فيلاك، ان احنا نخش نقفل النسور ده بدون ما نمس حتى العضلات، ودي حاجه يعني انا نفسي الناس كلها تقرا عنها. الدكتور محمد مجدي النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج، مدير مؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم. أهلا بكم. طبعا نشوف، بص الفكر بقى، الناس بره بتعمل عايزين نقلد يعني الحاجات الحلوة، نقلدش الحاجات الوحشة. بيعملوا أفلام صغيرة أو زي ما انتم شايفين كده، مجموعة من الأفلام صغيرة خالص عشان يعلموا الأطفال ويعلموا المراهقين لا فايدة العمل الجماعي. شكلها لطيف، أفكارها لطيفة وكلها فاني، وبتثبت في الدماغ إن أنت في كل النواحي الناس دي أنقذوا بسبب العمل الجماعي. في كل فروع الحياة العمل الجماعي له قيمة كبيرة جدا، كل الفروع، في القانون، في الإلكترونيات، في التجارة، في الصناعة، في الكورة، في الرياضة، في الطب. الطب بقى كمان العمل الجماعي له أهمية كبيرة، وخصوصا في مجال الجراحات. مجال الجراحات وخصوصا مجال جراحات الانوريكتال اللي هي القناة الشرجية أو الشرج وما فوقه، هذه المنطقة نتيجة التطور الكبير اللي حصل في التعامل مع هذه النوعية من الأمراض بأساليب جراحية ليس انفيزيف، يعني ما تعملش مشاكل، لأنه كانت المشكلة عند واحد عنده مشكلة حول الشرج، وليكن هيمورويد وليكن ناسوره، هو تخوفه في ثقافته انه خايف يعمل عملية فبيعرفش يتحكم في البراز، لانه سمع انه مش عارف سنة 60 حد دخل عمل العملية دي فحصل له كده، وبقت مشكلة كبيرة وتدخلها الثقافة اللي هي الثقافة الشعبية او الحكايات الشعبية، تتدخلها بقى بنوع من التندر على الطب. الثقافة في الطب يا جماعة مهمة جدا، ومن ضمن الثقافة ان انا اتقن فهم قيمة العمل الجماعي، اتقن كمريض، لان انا لازم ابقى عارف انه العمل الجماعي ده هو اللي بيضمن ان التكنولوجيا دي تتنفذ صح. لان لما اجي اعمل عملية وليكن عملية النسور فيها تكنولوجيا عالية جدا، فيها ليزر، فيها مناظير عالية الدقة، يعني ذات دايمتر او يعني رفيعة جدا، اللي بيمسك المناظير واللي بيفتح واللي بيستخدم الليزر الماشين غير الجراح غير فريق التبريد، كله لازم يبقى مدرب عارف هو بيعمل ايه، والا هيتحول الليزر بدل ما هو نعمه الى نقمه، وهيتحول المنظار الى يوزلس ماتيريال، انسترومنت ملهاش قيمه. فعمل الجماعي هو اللي لازم، العمل الجماعي المدرب لازم يكون جزء مهم جدا في هذه المنظومه. ده هنتكلم فيه النهارده، وازاي تحولت جراحات الشرج من جراحات سيئه السمعه الى جراحات جميله السمعه، مش حسنه، لا ده جميله السمعه، بدل ما تحولت. يعني ايه سيئه السمعه؟ كانت عمليه يقعد الواحد يقول لك فلان عمل عمليه، قعد شهر اجازه، راحت منه امتحانات الثانويه العامه، ما دخلش امتحان الكليه وما لحقش حتى الدور الثاني، الله 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 ليه العمليه دي؟ عمليه يا عم، وقعد ونايم في البيت وما بيخرجش وبتاع. دلوقتي بيعمل عمليه يوم السبت، تاني يوم الحد يروح شغله او الاثنين، يرتاح له يوم ولا اثنين حسب، بس برضه القفزه الهائله دي وراها فريق عمل. النهارده حوار ممتع اكيد مع ضيف العزيز اللي بيسعدني اكيد وبيبدع في حواره العلمي، واحد من الناس اللي انا بقول لهم دائما متشكرين على هذا الجهد وهذا الزياره، هذه الزيارات الرائعه لنقل الثقافه، ضيف العزيز الاسم المتميز، واحد من سوبر ستارز المجال على مستوى الوطن العربي الحقيقه، الاستاذ دكتور محمد النجار. اهلا بك. اهلا دكتور ايمن، ازيك؟ وحشني خالص. الله يخليك. انت هيموكيور الحقيقه يعني اسم، الحمد لله ما شاء الله، الحمد لله، وكيور حلو قوي، اسم جميل، علاج شفاء طبعا. الحمد لله. قبل ما ادخل معاك في العمل الجماعي اللي هيدخل معانا او هندخل فيه فايده التطور الكبير، عايزك تكلمني عن ثقافة الناس حول أمراض الشرج وفهم أعراضها،
انت عارف، انت عارف احنا عندنا في مصر الاعراض بتترجم ساعات غلط. صحيح 100%. الثقافه دي كانت يمكن في جزء من من الاوقات معدومه، بدات الحمد لله دلوقتي تبقى ترجع للناس تاني، وبدات الناس تاخد بالها من الاعراض اللي ممكن تظهر لها، بدات الناس تاخد بالها من هذا المجال. يعني يمكن قبل كده الناس كانت تتكسف، يعني اللي عنده مشكله في الشرج او المستقيم كان يتكسف ويحرج. لما بدات الناس تسمع وتاخد معلومات وتشوف ان في دكتور بيتكلم في الحكايه، وبدل الدكتور يبقوا 2 و3 و10، بدات يبقى في ثقافه، بدات الناس تعرف انه مش لازم نتكسف، مش لازم عندنا خجل ابدا من ان احنا عندنا مشكله في الشرج. الشرج جزء من الجهاز الهضمي زيه زي اي حته في جسمنا، اذا تعبنا لابد ان احنا نتعالج صح. يعني الحمد لله بدات الناس تاخد بالها من الاعراض. هذا العلم او هذا الجزء من الجراحه، جراحه الشرج والمستقيم، الاعراض متشابهه. يعني لو واحد عنده هيمورويد، لو واحد عنده بواسير، اعراضه قريبه شويه من اللي عنده شرخ الشرج، اعراضه قريبه شويه من اللي عنده ناسور، اعراضه قريبه بعد الشر على الناس كلها من اللي عنده سرطان داخل المستقيم. يعني هنا يجي دور الدكتور انه يقدر يفرق ما بين كل حاجه. هنا يجي دور زي ما حضرتك اتكلمت من شويه، فريق العمل. فريق العمل ده مش بس دكاتره وطاقم تمريض ومؤسسات وحاجات زي كده. فريق العمل ده عباره عن جراح، وعباره عن راجل بتاع باثولوجي يقدر يشوف اذا كان في حاجه في التيشو ده ولا لا، عباره عن واحد بتاع مناظير يقدر يورينا حاجات كويسه، مهندس يقدر يستخدم على الاجهزه الجديده. الحقيقه ان فريق العمل ده زي ما حضرتك اتكلمت من شويه حاجه عظيمه جدا. عن نفسي انا اتعلمت الحكايه دي، انا اشتغلت شويه في المانيا في جامعه اسمها اليزابيث كولن في كولن في المانيا. اتعلمت هناك يعني ايه فريق عمل، ان الجراح بيجي يشتغل العمليه بتاعته حواليه 10 بيساعدوه، حواليه واحد بتاع تخدير شاطر قوي، حواليه واحد بتاع مناظير شاطر قوي، حواليه ممرضه شاطره فاهمه هي بتعمل ايه، مساعد شاطر جدا بيوريه. يعني قرار ما بقاش قرار فردي، بقى قرار جماعي، وفي الاخر كل ده بيروح ناحيه المريض الحقيقي. الاعراض بقى والتشخيص بتاعها وترجمه الناس للعرض، يعني ناس تقلق امتى تعرف ان ده عندي كذا؟ يعني خلينا نقول ان جنرال كده، اذا كان عندنا مشكله في الشرج والمستقيم هتتمحور حوالين 5-6 اعراض. اذا كان مريض عنده بليدنج بريكتوم، اذا كان مريض بينزف دم، اذا كان الدم ده لونه احمر فريش كده يبقى جاي من القناه الشرجيه السفليه او من الجزء السفلي من الجهاز الهضمي، ما لحقش يقعد ولا يتجلط ولا يبقى لونه متغير ولا حاجه. اذا كان الدم ده لونه مغير شويه، اذا كان الدم ده متجلط، اذا كان الدم ده لونه دارك ريد زي يبدا يعلى شويه، فبدا ياخد وقت شويه على حد ما ينزل. بعد الشر مثلا الناس اللي عندها كبد او حاجات زي كده، يبقى حاجه اسمها ميلينا مثلا، انه بينزل دم لونه اسود خالص. يعني من اهم الاعراض اللي بنشوفها هو الدم. اذا كان عندك دم بينزل من الشرج او المستقيم، دي علامه خطر، لانه قد يكون عندك بواسير شرجيه مثلا. بواسير هي اوعيه متمدده حوالين الشرج زي الاورده اللي في ايدينا دي، لكن منفوخه شويه قد كده، فيبقى جدارها رقيق. لما البراز يعدي وهو نازل من الشرج رجع خابط فيها، رجع منزل نقطتين ثلاثه دم. لكن في حته حلوه قوي في الحته دي، يقول لك الدم ده بيجي مع دخول الحمام، ولا وانت قاعد كده تلاقي دم نازل، لانه يفرق جدا. الدم اللي يجي مع دخول الحمام اثناء الستول باسنج او اثناء مرور الفضلات 100% بيبقى سببه حميد، يعني 100% بواسير شرخه شرجي حاجات زي كده. لكن الدم اللي ملوش سبب، يعني واحد قاعد بيتفرج على التلفزيون مثلا وفجاه لقى دم نازل من القناه الشرجيه، احيانا مش عايز برضو الخد الناس، لكن احيانا بيبقى اعراض لامراض دمها تقيل شويه زي السرطانات وحاجات زي كده. فاول حاجه المريض ياخد باله منها الدم. اذا كان بينزل دم من فتحه الشرج ده مش طبيعي ومش ده العادي، ارجوك خلي الدكتور ياخد باله منك، لانه مش ده العادي. تاني حاجه الالم. الالم اذا كان الالم مع دخول الحمام، يعني واحد بيدخل حمام يجيله وجع شديد او حاجه، اغلب الظن يبقى عنده شرخ شرجي، لان البواسير مرض غير مؤلم. يعني لو واحد عنده بواسير عاديه كده هل يتالم؟ لا ما يتالمش، ويكتبوا في الكتب عليها اسيمتوماتيك، يعني ملهاش اعراض. طب امتى بقى يبقى عنده بواسير وعمال يتوجع؟ اذا حصل عليها بعض المضاعفات زي التجلط مثلا، فيسموها ثرومبوزد بايل، بواسير متجلطه، او مثلا بيبدا درجتها تزيد من الدرجه الثانيه للثالثه، فبتبدا خلاص حاجه تخرج بره، فيبقى مخنوقه شويه فيبقى متوجع. لكن البواسير ما بتوجعش، توجع اذا حصل عليها بعض المضاعفات، وده علامه تستدعي ان الواحد ياخد باله اكتر. غير الالم الافرازات، اذا كان واحد عنده ديتشارج، ربنا يخلقنا الحته دي دراي، يعني مش المفروض الواحد يبقى عنده بلل حوالين فتحه الشرج، ما يحسش ان في افرازات، ما يحسش ان في ميه، ما يحسش ان في حاجات لونها اصفر ولا اخضر ولا كلام زي كده. اذا في ديتشارج في حاجه مش مظبوطه، نروح بقى ونيجي في الديتشارج ده نقول انه قد يكون سببه ناسور شرجي، وده الاشيع. يعني قد يكون سببه مش ناسور خالص، حاجه اسمها بروكتايتس. بروكتايتس يعني التهاب داخل المستقيم، والمريض ساعتها ينزل ميوكاس ديتشارج، يعني وكان حاجات لزجه كده او حاجه. الاعراض متشابهه،
اللي عنده بواسير ممكن يبقى عنده وجع وعنده دم وعنده افرازات، اللي عنده شرخ شرجي ممكن يبقى عنده وجع وعنده دم وعنده افرازات، اللي عنده نسور نفس الكلام، اللي عنده بعض الشر ورم خبيث داخل المستقيم ولا حاجه ممكن يبقى عنده نفس الكلام. مين يقدر يشخص؟ الدكتور وشطاره التكنولوجيا الجديده. لما نيجي نشوف احنا عملنا التشخيص وقدامنا الحاله، ايه التكنولوجيا اللي قدمت؟ يعني ازاي الليزر قدم حلول؟ ازاي المناظير دخلت؟ ايه التطور اللي حصل في المنطقتين دول؟ شوف احنا كانت الجراحات القديمه لمجال الشرج والمستقيم ده، خلينا في الشرج كمان خصوصا، يعني تعتمد على القطع. عندك بواسير شيلها، اعمل جرح مش مهم، عندك شرخ شرجي شيل حواليه كده وخد كام غرزه مش مهم، عندك نسور شرجي اقطع مش مهم. صحيح كانت حاجات يمكن الاجيال، احنا محظوظين بس ان احنا عايشين في عصر فيه تكنولوجيا عظيمه، يعني الناس اللي قبلنا الاساتذه ناس افاضل ويعني يعلمونا كل حاجه الحقيقه يعني، وما زلنا يعني نشيلهم فوق دماغنا، لكن احنا محظوظين ان احنا جينا في وقت من الزمن فيه تكنولوجيا زياده، في مهندسين شاطرين، في شركات عظيمه، في مصانع بتعمل حاجات عظيمه، في ليزر. قبل كده ما كانش فيه، فالناس يعني كانت هتعمل ايه؟ لكن اللي ناخده على الناس شويه انه خلاص بقى يعني بقى في حاجات جديده. البواسير اللي كنا بنشيلها ونقطعها كلها ونسيب المريض عنده جرح قد كده يقعد في البيت شهرين ثلاثه يتعالج منه، بقت تتعمل في خمس دقائق. تخيل بقى كل الهم ده ما بقاش موجود. زي ما اقول لك كنا بنقطع البواسير بقينا بنكويها فالامور تنتهي، كنا بنكوي حوالين نقطع حوالين الشرخ بقينا بنكويه فخلاص. كنا لما المريض يبقى عنده شرج ضيق شويه عنده فانكشنال سبازم لازم نقطع الانترنال سفنكتر، زمان ما بقناش نقطعه، بقينا نعمل سفنكتر لايسز، نعمل اراحه للشرج. اللي كان عنده نسور كنا لازم نقطع النسور ونخاف على العضلات وكلام زي كده، بقينا نعمل فيلاك. عصر الليزر ده إيه هو الفيلاك؟ اللي هو الفيستولا تراك ليزر كلوجر، اللي هو علاج النسور باستخدام الليزر، اللي هو هيخلينا ما نقطعش النسور، ما نخافش على العضلات، هيخلينا نكوي النسور باستخدام الليزر، فالمريض يبقى في امان تام 100% الحقيقه يعني. ده تكنولوجيا عظيمه جداً. لانه كمان الليزر واخد يمكن المين شير، واخد 60-70% من التكنولوجيا، لكن في تكنولوجيا عظيمه جدا اسمها تي اتش دي مثلا، تعتمد على ان الاوعيه الدمويه بتاعت البواسير دي لازم تتربط عشان تروح من غير حتى ما نعمل ليزر ولا حاجه. في تكنولوجيا عظيمه جدا اسمها فافت، فافت اللي هو المنظار اللي بيورينا مداخل الناسور الشرجي او حاجه. ده دي كانت جراحات ده مريض عنده بواسير مثلا. احنا دلوقتي بقينا بنخش بالليزر، كنا زمان نقطعها، دلوقتي ما بقيناش بنقطع حاجه، بقينا بندخل جوه البايلز ونحرقها بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، تنكمش وتروح تماما من غير ما نعمل للمريض جرح ولا رو اريا ولا حاجه. وبالفعل اذا كان المريض عنده بواسير زي دي تاني يوم يروح شغله. اذا الناسور عايزين نشوف الناسور بالليزر طبعا ده مهم جدا. بالظبط اللي انت قلته دلوقتي ده اللي هو اسمه فيلاك. فيلاك فيلاك تختصر حاجه طويله، فيستولا تراك ليزر كلوجر. فيستولا تراك ليزر كلوجر، اللي احنا هنقفله ده حاجه من الحاجات العظيمه قوي، اللي هو الفافت اللي هو المنظار اللي بيدخل جوه الناسور. اللي ياما قعدنا نحلم ان احنا نفسنا نشوف جوه الناسور ده ايه، بقينا بنشوفه، بقينا بندخل جوه التراك. انا فاكر حضرتك قلت لي كلمه زمان الحقيقه وانت بتعرف الناسور الشرجي، قلت لي ده سرداب، ده حاجه زي السرداب. سرداب ده يعني حاجه مستخبيه جوه محدش شايف. اهو السرداب ده ما بقاش سرداب دلوقتي، بقينا شايفينه، بقينا عارفين الطريق فين، شايفين التشعبات، شايفين الوول بتاعه التراك. السرداب هو نفق رفيع. بالظبط السرداب نفق رفيع بالظبط، بقينا بقى جواه، بقينا شايفين، بقينا شايفين التيشو بتاعه. يعني الحقيقه تقدم علمي عظيم جدا خصوصا في علاج الناسور الشرجي، لانه اصبح نتائجه كمان هايله قوي لما بنكومباين الفافت مع الليزر، لما نحط المنظار جنب الليزر. دي شركه امريكيه اسمها ستورز، دي شركه المانيه اسمها باريت، الاثنين بقوا جنب بعض يعني الحقيقه يعملوا نتائج عظيمه جدا. التكنولوجيا ملهاش اخر ابدا في علاج امراض الشرج والمستقيم، وكل يوم بنلاقي حاجات تخلينا نبعد المريض عن اي حته فيها خطر. هي الفكره زي ما بقول لك ان الامراض دي زمان كان فيها خطوره في عملياتها، الخطوره دي بقت زيرو. يعني بقى المريض يعمل عمليه واقول له انت 100% مش هيحصل مضاعفات. الالم ما بعد العمليه نقول لك انت ما عندكش الم، لكن هل الالم نروح ونيجي فيه؟ ممكن نعمل مريض ويتوجع يومين ثلاثه وانا اقول له انك مش هتوجع، في مريض نعمله ويتوجع ساعتين ثلاثه، لكن اللي ما فيهوش كلام ابدا السيفتي، اللي ما بيحصلش اللي ابدا هو دلوقتي ده اللي احنا شفناه دلوقتي ده المنظار. المنظار اللي هو اللي احنا كنا بنشتغل بيه دلوقتي، اللي هو بالظبط اللي احنا بندخل بيه جوه التراك. اللي هو بيورينا المليهات الصغيره اللي كان مستحيل نتخيل او نحلم ان احنا نبقى عينينا جوه التراك. جوه الناسور، الناسور الليزر اذا كان بيدخل. لما نشوف دلوقتي الليزر هو بيتعامل مع الناسور، هيمشي في الناسور ويحرقه من جوه، بس مش شايفين، بس مش كان شايف، مش شايف، مش شايف. بس يعتمد على نسبه متخيله يعني ايه فيلاك.
بالظبط. يعتمد على خبرتك انت يعني على الجراح وهو بيسحب بالملي وحاجات زي كده. ده احنا دلوقتي بقى بقينا بنشوف واحنا بنحرق يعني خلي بالك اللي داخله دي اللي هي الاسطره بتاعه الليزر فبقينا شايفين واحنا داخلين لو في حته انا ما خدتش بالي منها وانا بحرقها تبان لي قوي بقى في الكاميرا ان انت ما حرقتش كل حاجه فقد يكون ده سبب لارتجاع الناسور فخد بالك لازم تحرق الحته دي تاني. اذا كومباينيشن صعب ما بين يعني كومباينيشن محتاج يعني ادي الليزر اهو داخل كان بالظبط ده تكنولوجيا لوحده بالظبط فمش بس تكنولوجيا واحده بقى ده انت وفرت للمريض كل التكنولوجيا اللي في العالم. خلي بالك احنا كان عندنا خبير الماني الحقيقه من الشركه بتاعه الليزر على فكره دول شركتين يعني دي المانيا اللي على اليمين دي المانيا ودي على الشمال امريكا بالظبط دي شركه ستورز كانوا بيحاربوا بعض في يوم من الايام بالظبط يعني بالظبط صحيح لا ده كانوا بيحاربوا بعض كبلاد بالظبط دلوقتي شوف بيعملوا كومباينيشن تعاون علمي بالزبط. على ارقى مستوى وهو ده قيمه الابحاث العلميه وهو ده قيمه فعلا يعني قيمه الانسانيه العلم بيقرب يعني 100% كانوا بيفنوا بعض بالظبط امريكا كانت بتفني المانيا دلوقتي بقى بنشتغل سوا يعني بقينا انا بقدم انا شاطر قوي في تصنيع المناظير فعملت المنظار اللي هو الفافت وانت شاطر قوي في تصنيع اجهزه الليزر فعملنا الحاجتين مع بعض اللي يخدموا المريض انا بقول لك احنا كان عندنا قريب خبير كده بالالمانيا الراجل انبهر بانه هو جاي فاكر ان احنا بنستخدم الليزر بس فلما دخل وشاف الماشينز والاجهزه وحاجات زي كده الراجل انبهر انه ما شافش في مكان انك واخد كل حاجه حلوه من كل حته يعني اكنك واخد التطور الامريكي كله في شركه ستورز واخد التطور الالماني كله في شركه بوليتك واخد التطور الايطالي كله في تي اتش دي مثلا روك ستيشن مثلا يعني روك ستيشن ده بالمناسبه لان انا بحبه جدا الحقيقه روك ستيشن ده واحد روك ستيشن ده كان موضوع الحوار بتاعنا بالظبط خلي بالك يعني هو واحد من اربع اجهزه في الوطن العربي ما شاء الله يعني محطه التشخيص الوحيد اللي في مصر بالمناسبه وكانت بالمناسبه جامعه عين شمس هتشتري لكن المشاكل في الميزانيه وحاجات زي كده وقف الموضوع عندهم عندنا في هيمو كيور وموجود في دبي في مستشفى في دبي في مستشفى زليخة وموجود في بلدين كمان جوه الوطن العربي اربعه جوه الوطن العربي في ايطاليا وفي المانيا منتشر شويه لكن جوه الوطن العربي اربع اجهزه بس اجهزه تشخيصيه تشخيصيه بس ما بتعملش حاجه ما بتعالجش حاجه على فكره دايما بيبقى في بخل في الاجهزه التشخيصيه بالظبط ما بيعالجش لانه انت بتعمل ايه يعني بص تلاقي ايه اصرف يا عم على ليزر لانه انا هعمل بيه العمليه بس انا هشخصه بالظبط انا طب انت عارف المقارنه فين اتنين دكاتره واحد شاف المريض لمده ثواني وقال له انت عندك بواسير واحنا قعدنا ربع ساعه نشخص المريض بالاجهزه والصور وكل حاجه وفي الاخر احنا قلنا له ان عندك بواسير صحيح لكن انا متاكد هنا انه ما عندوش حاجه غير البواسير وهنا هو مش متاكد هو خايف يكون عنده حاجه تانية او حاجه يكتشفها جوه العمليه او حاجه زي كده هي دي بقى قيمه التطور وقيمه انك يعني بتسعى الحقيقه للحاجات الجديده كلها انت النهارده اسعدتني سعاده الله يخليك النهارده اتفسحنا فسحه جميله جدا صحيح في عالم يعني فسحه جميله يعني النهارده على فكره الحوار كان بدون ترتيب احنا النهارده كنا هنقعد نتكلم في البروكتو ستيشن لقيت ان البروكتو ستيشن ده يعني اسال لعابي العلمي في ان انا اشوف بقى ايه اللي ورا شخصنا يا سيدي ماشي الليزر الليزر يعني ابهرنا قلنا لا ندخل ورا الليزر نشوف في ايه تطلع كمان الطمع مش ان انا اعمل الليزر عمياني بجايد بمتتبع اللي هو الخيط الازرق اللي انا شفته لا ده انا هشوفه بمنظر ده انا بقيت شاطر قوي في بالظبط جدا والله كل تخصص يقولوا لي انت صحيح جدا والله انا مبهر يعني والله اسنان يا باشا والله بقيت اعدل عليهم وخدت على جاي يوم انا عارف بروقهم في الاسنان رغم انها كليه طب ثانيه خالص صحيح ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد النجار استشاري جراحات الشرج والمستخيم وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الشرج وهو طبعا المؤسس لهيمو كيور لعلاج وامراض الشرج والمستقيم نورتني وشرفتني ومن اجمل الحاجات اللي انا يعني روحك الجميله اعتزازك بفريق العمل ده مدرسه مهمه جدا صحيح. لازم ننقلها لكل كل الجيل الصاعد بقى ورانا فريق انت من غير فريق عملك صحيح بتبقى مضطرب مع فريق عمل بحس بالامان اعتزازك بفريق عملك ده مهم جدا واختيارك له مش موضوع سهل ده موضوع عايز تركيز شديد جدا صحيح. جدا خليكم مع الناس الحلوه هننظر للتجميل بنظرة مختلفة نظرة مهمة جدا وفي نفس الوقت نظرة يمكن تكون علمية جدا لكن متواكبة مع الحدث المهم اللي بيسيطر على العالم وهو السوشيال ميديا
في مشكلتين في السوشيال ميديا. أول مشكلة وهي المشكلة الكبيرة فعلاً إن في ناس مش دكاترة ومش متخصصة بدأت تتكلم وتطلع تدي وصفات وتدي تركيبات وتدي وتوجه وهم أساساً مش دكاترة، وبالتالي إحنا كأطباء بنيجي نشوف المشاكل دي كلها بشكل كبير جداً في عيادتنا. هنقيس وهنشوف العظم وهنشوف حركة العضلات، هل هيناسبك البوتوكس، هل هيناسبك حقن فيلر، ممكن نحقن فيلر فوق العظمة وهترفع لك الحاجة ويبقى شكلك حلو جدا وناتشرال. ممكن نعمل بوتوكس وفيلر مع بعض، ممكن نعمل الخيوط، ممكن نعمل كومباين تريتمنت سواء خيوط أو فيلر، خيوط أو بوتوكس على حسب الحالة. اللي بيحكمني الحالة اللي قدامي. البنت أو الست تقدر تداري كل حاجة بالميك اب صح إلا الرقبة والإيدين بالضروره ويهملوا من الحاجات المهمله جدا في سواء سكين كير والكريمات، وفجاه بتيجي بتجاعيد كتير قوي في منطقه الرقبه والايدين. احنا لازم نعمل الاسسمنت نشوف حاله العظم وحاله العضلات وحاله الجلد. الست ما تنفعش تبقى الانجل او الزاويه حاده قوي، لا لازم تبقى فيها شويه كيربي عشان تديها الفيمينين لوك او شكلها يبقى انثوي اكتر. جزء مهم جدا في حوارنا يخدم السياحه العلاجيه، لانه ده جزء مهم. احنا عندنا افضل ايادي مصريه، افضل ايادي في التجميل في الشرق الاوسط.